يلا أصدقائي، نبدأ بقى في بارت 2 في السمري. هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الفيكتورز. أوكي، الفيكتورز لازم نحبها، بس قبل ما أبدأ أنا ما أقدرش أبدأ الفيكتورز غير لما أفكرك بحاجة. الفيكتور بيبقى حاجة كده رايح من بداية وليه نهاية. أوكي، طب أنا بص، آسف إني عملت كده. بص أهو، بيبقى ليه بداية وليه نهاية وبيبقى ماشي كده، بيبقى ليه اتجاه. ها، فيكتور. فيكتور بالعربي اسمها متجه. كابتن لو سمحت، طالما ليه بداية وليه نهاية يبقى ليه اتجاه. الله، ما هو هيروح من البداية للنهاية. فرق بينه وبين الستريت لاين، الستريت لاين بيمشي في اتجاهين، لكن الفيكتور هو اتجاه واحد، ليه بداية وليه نهاية. اوكي، شوية حاجات كده لازم تبقى عارفها. اتجاه ليه ولا ملوش؟ قول انت. طيب طول ليه طول ولا ملوش؟ طيب مكان الفيكتور ليه مكان ولا ملوش؟ ركز كده بقى معايا. اتجاه اكيد، طول اكيد، لانه ليه بداية وليه نهاية فيبقى ليه طول. ها، بنسميه نورم الفيكتور A B. النورم ده اللي هو طوله، طبعا انت في الالجبرا في شابتر 2 في الكومبلكس خدت الكلام ده. اوكي، النورم ده اللي هو ايه؟ طوله. اخر حاجه بيبقى ليه مكان، مين بقى اللي بيبقى ليه مكان؟ الستريت لاين. ها، الستريت لاين بيبقى عامل كده، ملوش طول خالص، ده ممتد تو انفينيتي في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده. ها، ملوش طول خالص. طيب ليه اتجاه؟ هو ليه ميل، سلوب، اسمه سلوب او دايركشن فيكتور. اوكي، طيب ليه بقى؟ يعني ايه الفرق بين ده وده وده وده؟ الفرق في الميل. اوكي، طيب هل الستريت لاين ليه مكان؟ اكيد ليه مكان. خلاص، الفيكتور اللي... سوري، الستريت لاين اللي سميته ال1 ده غير الستريت لاين ال2 ده، مع انهم نفس الميل والاثنين ما لهمش طول، الا ان الستريت لاين الاولاني اللي بيعدي على البوينت اي دي، ها، غير الستريت لاين الثاني اللي بيعدي على البوينت بي دي. الفرق بينهم ان ده في مكان وده في مكان تاني. ها، بس هما الاثنين ليهم نفس السلوب فاسمهم بارلل لبعض. اوكي، لكن انا هنا بتكلم عن الفيكتورز. بارت 3 هنتكلم عن الستريت لاينز، بس نمشي بسيكونس طبيعيه. ها، ركز بعد اذن حضرتك. الستريت لاين مالناش دعوه بيه دلوقتي. الفيكتور ليه اتجاه؟ اكيد ليه بدايه ونهايه. ليه طول؟ اكيد، لانه ليه بدايه وليه نهايه، فهو بيقف عند النهايه دي وبادئ من بدايه معينه، فالمسافه بين النقطتين، نقطة بدايته ونقطة نهايته، ها، هي دي الطول. طب ليه مكان؟ لأ. يعني إيه ليه مكان لأ؟ أنا مش فاهم، أقول لك. بص كده، لو رسمنا فيكتور هوريزونتال يمين كده، طوله 5 يونتس. طوله كام يا مستر؟ 5 يونتس. ورحت جاي تحت كده خالص، بص رسم لك هنا فيكتور هوريزونتال يمين برضو وطوله برضو 5 يونتس. حد عارف ايه الفرق بين الفيكتور ده والفرق بين الفيكتور ده بين ده وده؟ لو عرفت ايه الفرق هديك دلوقتي حالا 20000 جنيه. يلا. يا عم 100 مليون جنيه مستر، في فرق ايه؟ الفيكتور الاولاني فوق شويه، يعني لو سمينا الفيكتور ده V1، فيكتور 1 بس حط علامه الفيكتور كده. دي كارثه لو نسيتها. والتاني V2 وحط علامه الفيكتور بعد اذن حضرتك. ها مستر، التاني تحت شويه والفوق، والاولاني فوق وداخل يمين سنه. ها، اقول لك حاجه، اقسم بالله V1 فيكتور هو اصلا V2 فيكتور. ايه ده بجد يا مستر؟ ما هو الفيكتور ليه اتجاه وطول. ايه الفرق بين اتجاه ده واتجاه ده؟ الاتنين هوريزونتال يمين والاتنين نفس الطول، يبقوا الاتنين نفس الفيكتور. امال ليه ده فوق وده تحت؟ بص يا حبيب قلبي، الفيكتور ده مؤشر على الاتجاه. يعني انا دلوقتي لو انا واقف، انت عارف انا فين دلوقتي؟ بس 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 بس. انت يا طالب صديقي، انا انت عارف انا مين صح؟ مستر عمر. عارف انا فين دلوقتي؟ لا، بس لو قلت لك شمال، في الاتجاه الشمالي، هل انت محتاج تعرف انا فين؟ لا. طب لو انا رحت في حتة تانية وقلت لك في الاتجاه الشمالي، فرقت حاجة؟ يا باشا ما فرقتش. لو قلت لك انا هتحرك فيرتيكلي ابورد لاعلى مسافه كذا، تفرق فين بقى؟ انا هنا في الاوضه دي ولا في الاوضه التانية ولا في القاعه التصوير ولا تفرق اي حاجه. حد فاهم قصدي يا جماعه؟
خلاص؟ فالفيكتور ده والفيكتور ده ما هو إلا مؤشر بيشير لإيه؟ لاتجاه وطول، فمكانه ما بيفرقش في حاجة. خلاص؟ اتفقنا؟ ها؟ يلا يا باشا كده. كتابة الكلام اللي احنا لسه قايلينه، بيقول لك إن الفيكتور it has ليه إيه بقى؟ واحد start point، end point، ودايركشن، أوكي؟ الاتنين دول معنى إن ليه start وليه end، يبقى ليه إيه؟ لينز، طول، أوكي؟ اللي هي اسمها نورم، أو يعني إيه نورم يا جماعة؟ لينز أو ماجنتيود أوف ذا فيكتور، قيمة الفيكتور نفسه، أوكي؟ طيب تعالى نعرف حاجة اسمها بوزيشن فيكتور. بوزيشن فيكتور يا جماعة هو الفيكتور اللي بتبقى بدايته هي الأوريجين بوينت، خلاص؟ يبقى الحاجة الوحيدة اللي بتميز البوزيشن فيكتور، يعني بص كده على الرسمة، أستأذنك بص على الرسمة، دي بوينت اسمها إيه؟ أهي، ودي بوينت اسمها بي، أهي، دي بداية ودي نهاية، ها؟ آه، الفيكتور رايح من الإيه للبي ده اسمه فيكتور، أما أي فيكتور ليه بداية ونهاية، مش معنى إنه ليه بداية وليه نهاية إنه يكون ليه مكان، يعني هو مش لازم يكون في نفس المكان ده، لو أنا عملته كده ودي سي ودي دي بس الفيكتورين نفس الاتجاه ونفس الطول، يعني بص الاي بي فيكتور والسي دي فيكتور لو نفس الاتجاه ونفس الطول يبقوا اللي هما الاثنين اصلا نفس الفيكتور، مع ان ده في مكان وده في مكان تاني، ما هو مش معنى ان ليه بدايه ان انا لازم البدايه والنهايه دول عشان بس ابقى عارف هو ماشي لا مؤاخذه في اتجاه ايه، عشان ابقى عارف اتجاهه وطوله، لكن الفيكتور والله يا ابني ما ليه مكان، والله اكدب عليك يعني ملوش مكان، اوكي؟ طيب ركز بقى كده معايا. الفيكتور اللي بيبدأ من الاوريجين بوينت، يعني لو جينا من عند الاوريجين بوينت كده وقمت راسم فيكتور كده في مثلا بدأ من الاوريجين ده اسمه بوزيشن فيكتور. في مشكلة كده يا جماعة؟ طيب لو اداك الفيكتور 3 كومبوننتس، كومبوننت للاكس، كومبوننت للواي، كومبوننت للزد، ها بص كده مثلا اديك فيكتور في، بص فوق اهو 1 نيجاتيف 2 3، الفي دي الفي دي ايه ده انت بتتكلم كده لاي الفي دي الفي دي الفي دي ها الفي دي مالها بقى؟ ممكن لو انت مش شايف دي كده تفتكر انها بوينت، تفتكر انها نقطه، اه بوينت الكوردينيتس بتاعتها 1 نيجاتيف 2 3، وارد جدا محدش قال حاجه، بس انا هنا بتكلم عن فيكتور، خلاص؟ ده معناه ان هو فيكتور بادئ من الاوريجين بوينت رايح للايه؟ للبوينت 1 ونيجاتيف 2 و3، بالله عليك افهم الحته دي كويس قوي، خلاص؟ لما انا اجي اكتب لك الفيكتور كده 1 نيجاتيف 2 3 يبقى انا اقصد ان الفيكتور بادئ من الاوريجن ورايح لل1 والنيجاتيف 2 وال3. عايز طول الفيكتور، عايز النورم بتاعه، بص تحت على اليمين خالص اهو، شايف العصايتين دول اللي على الشمال وعلى اليمين اللي مزنقين الفيكتور ده؟ ها؟ دول اسمهم نورم اوف فيكتور، طوله تستخدم بايثاغورس، مفيش اي حاجه يا جماعه انا لسه ما قلتش حاجه، تيجي بقى نسخن كده شويه، ها يلا بينا. يلا يا باشا كده عايزين بقى نتكلم عن البروبابيلتيز اوف ايه اوف فيكتورز. اول حاجه بيقول لك لو معاك فيكتور ايه وفيكتور بي لا مؤاخذه اكس واي زد واكس واي زد بس ايه تو فيكتورز، اوكي؟ عايز تجمع الفيكتورين عادي اجمعهم وانت جاي يعني انت جاي بتتكلم في حاجه غريبه جدا يا جماعه، يعني ماشي عايز تجمع التو فيكتورز، طب ما تجمعهم اجمع الاكس على الاكس، ها، والواي على الواي، والزد على الزد، اوكي؟ في حاجه صعبه؟ فاكر انت لما كنا بنراجع شابتر 3 وقلت لك خلي بالك ان الماتريسيز زي الفيكتورز بالظبط؟ يا باشا هي مش زيها، هي اصلا الفيكتور تعتبر سبيشال كيس للماتريسيز، كانها رو ماتريكس، ماتريكس اوف وان رو، فيها صف واحد وصف واحد بس، فكل اللي بينطبق من الادنج والسبستراكتنج والمالتيبليكيشن اوف كونستنت، خلي بالك مفيش مالتيبليكيشن في الفيكتورز زي الماتريسيز، ده كان لازم يبقى عدد الكولم، لا كولم ايه مفيش كولم اصلا هنا، ها ركز بقى معايا كده، ركز كده، كل اللي انطبق على الماتريسيز نقدر نعمله على الفيكتورز، اوكي؟ انا بتكلم على الاد والسبستراكت. طيب بص بقى، اول خاصيه اسمها كوميوتيتيف، ما تقولهاش تاني، ها انا شخصيا بعرف اقولها مره واحده. يعني ايه كوميوتيتيف؟ يعني ابدالي. يعني ايه ابدالي؟ يعني الجمع ابدالي، ممكن تبدل يعني زي الاعداد، مش احنا لو جمعنا 2 على 3 بتديك 5،
طب لو جمعنا 3 على 2 مش هتفرق، هتديك 5 برضه، اوكي؟ فالجمع ابدالي، اوكي؟ واظن ده واضح، لان انت بتعمل ايه يعني؟ بتجمع الاكسات مع بعض والوايات مع بعض والزدات مع بعض، فلو بدلنا ما مش هتفرق، اوكي؟ طيب، تاني حاجة بيقول لك اسوشيتيف، يعني كلام بقى كله فارغ، فاهم؟ يعني انت لو بتجمع 3 في 3 بتاع، اوكي؟ فممكن تجمع 2 الاول بعدين تجمع التالت عليهم، او تجمع الاثنين اللي في الاخر بقى. انا مش عارف ايه ده. بيقول لك في حاجة اسمها اديتيف انفرس. يعني ايه اديتيف انفرس؟ يعني النيجاتيف فيكتور، خلاص؟ لو جمعت الفيكتور على النيجاتيف بتاعه يديك الزيرو فيكتور. بس خد بالك ده مش زيرو نمبر، ده زيرو فيكتور. يعني ايه زيرو فيكتور؟ يعني زيرو زيرو زيرو. ها؟ في مشكلة كده؟ طيب، آخر حاجة بيقول لك إليمينيشن. يعني إيه إليمينيشن؟ مش عارف، مش عارف أقسم بالله، ماشي؟ بس اللي هي إيه يعني؟ بيقول لك لو جمعت A على B وده بيساوي A على C، يبقى الـ B بتساوي الـ C، أوكي؟ إحنا ممكن نحط هنا صورة حمادة هلال عشان نفرح يعني، ماشي؟ استأذنك بس اقول لك حاجة، بس ممكن تبص فوق هنا كده عشان في حاجة نفسي اقولها من بدري. لو معايا فيكتور كده سميه V1 طوله 3 يونتس، وفيكتور تاني كده سميه V2 طوله 3 يونتس، والاتنين لا مؤاخذة في اللي انا هقوله يعني بارلل لبعض، تعرف على طول ان الفي 1 بيساوي ها نيجاتيف الفي 2، بس حط علامة الفيكتور اللي هنروح في داهية. ها؟ هما الاتنين نفس الطول ونفس الدايركشن، بس الفرق ان واحد في اتجاه والتاني اوبوزيت دايركشن. انا اقصد بان هما نفس الدايركشن، ان هما الاتنين بارلل لبعض، بس واحد رايح والتاني لا مؤاخذة في الكلمة راجع، فهما الاتنين تقريبا نفس الفيكتور، بس الفرق في ساين اشارة، ده نيجاتيف ده. في مشكلة في اللي انا بقوله؟ ها؟ طيب، خلينا برضو نقول حاجة هتيجي كمان شوية. لو كان ده طوله اكس، كان هيبقى ده بيساوي ايه؟ نيجاتيف كي ثابت في الفي 2. ليه ثابت؟ عشان هما الاتنين نفس الاتجاه، فواحد منهم بيساوي ثابت في التاني. الكلام ده طبعا هنشوفه كمان شوية. ماشي، استأذنك تركز مع اهم بروبرتي خطيرة جدا 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 دي كده. بيقول لك انك لو جمعت فيكتورين وجمعت فيكتورين وجبت طولهم النورم بتاعهم، ده لازم يكون اكبر من مجموع الفيكتور الاول زائد مجموع الفيكتور الثاني. ها؟ دي اسمها نظريه المثلث. اسمها ايه؟ نظريه المثلث اللي هي ترانجل يعني. عارف ليه؟ بص كده ركز معايا. في اي ترانجل في الدنيا A B C، لو جمعت ال A B على ال B C مش ده هيديك ال A C؟ فلازم يكون دايما الـ AC، ها؟ دايما الـ AC اللي هو المجموع. هو ازاي اكبر يا جماعه؟ هي اقل من، هي دي مكتوبه غلط، ها؟ هي اقل من او بتساوي. طب كويس ان انا قلت اشرحها. بص، هي اقل من او بتساوي، دايما الـ AC يا جماعه، دايما الـ AC بيكون اقل من مجموع الاثنين التانيين، او ممكن يساويهم ده لو هما لينير. بص كده، لو ادي A وادي B وادي C، فيبقى الـ AB زائد الـ B الـ BC ده بيساوي الـ AC، فهو دايما أقل منهم أو بيساويهم، أوكي؟ ركز كده يا صديقي. بيقول لك لو معاك فيكتور ضربناه في ثابت، الثابت ده بيتوزع زيه زي الماتريكس بالظبط. بيقول لك لو معاك تو فيكتورز مجموعين ضربناهم في ثابت، فالثابت ده ممكن يتوزع على التو فيكتورز. ها؟ طيب، بص على تالت ورابع واحدة، دول مهمين أوي. بيقول لك نورم وضربنا الفيكتور في رقم بالنيجاتيف، ده بيساوي ها الرقم في طول الفيكتور نفسه. انا بس عايزك تفهم حاجه، لو انا معايا فيكتور A نورمه بيساوي ها ايه كده من غير علامه الفيكتور. يعني انا لما ابقى عارف ان انا بتكأس، خلي بالك ممكن الاي دي كانت تكون ماتريكس، ممكن الاي ده يبقى فيرتكس بوينت. ها؟ لو انا بتكلم عن فيكتور وحطيت لك الفيكتور من غير العلامه اللي فوق ايدي، شايف العلامه اللي فوق ايدي؟ ما حطيتهاش، يبقى انا كده اقصد ان ده ايه؟ طول الفيكتور ايه. فهمت حاجه؟ ها؟ طيب، فركز بقى كده في الخاصيه رقم 3. بيقول لك انك لو ضربت الفيكتور في رقم ها زي الماتريكس، بس طبعا هنا مفيش باور حاجه لان كده كده هي رو واحد. ها؟ عارف انت لو كانت دي 2 رو او 3 رو كنت هقول لك ان باور 2 او باور 3 على حسب الاوردر بتاع الماتريكس. ها؟ وانت فاهم طبعا قصدي.
لكن هنا هي رو واحد، فانت لما بتضربه في رقم طبعا الطول مفيش طول من نيجاتيف. بص مثال على ده، بيقول لك بص لو ضربنا نيجاتيف 2 في الفيكتور ايه ده بيساوي ضعف طول الفيكتور ايه. هو انت لما ضربته في نيجاتيف 2 غيرت طوله خليته الدبل، يعني هو لو كان طوله 5 يونتس، طوله 5 سنتي مثلا، انت خليته 10، والنيجاتيف دي عملت فيه ايه؟ غيرت اتجاهه، يعني هو لو كان رايح كده هيبقى راجع كده وبقى اطول الضعف. اوكي، بس الطول الجديد بيساوي ايه؟ الضعف. النيجاتيف دي بتاعت الاتجاه، لكن انا حاطط لك علامه النورم، يعني انا بتكلم عن اللينس. اوكي، ركز بقى هنا في اللي انا هقوله، سيبك من المكتوب ده وركز في المثال. بيقول لك لو انا قلت لك ان 2K، بص هنا كده 2K في الفيكتور A ده بيساوي ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 2K في طول ال A. ليه بوزيتيف اور نيجاتيف دي؟ عشان انا مش ضامن ال K دي ممكن تبقى رقم بالموجب وممكن تبقى سالب، ها؟ فانا بحط بوزيتيف اور نيجاتيف جاست ان كيس ان ال K تطلع بالنيجاتيف. مثلا افرض ال K بنيجاتيف 2، خلاص؟ يبقى انا هنا هاخد انهي قيمه، البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ لا هاخد النيجاتيف، عشان النيجاتيف تتضرب في الكي اللي هي اصلا نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف، لان ما فيش طول بيطلع، ها، بيطلع بالنيجاتيف، لازم يطلع بوزيتيف. اوكي، هنشوف الكلام ده طبعا في المسائل. هو يعني ايه؟ بصوا الصراحه ضميري بيقول لي ادي مثال، مشكلتي يا جماعه ضميري المبالغ فيه ده هو اللي موديني في داهيه. بص كده مثال، لو انا جيت قلت لك نورم ال 2K في الفيكتور A بيساوي 4، اوكي، ده معناه ايه؟ بس بس ركز كده بقى، ان عايز يعرف طول الايه بكام. طب ما هو ده معناه ان 2K في طول الايه، هو انا ازاي قلت 2K في طول الايه يا جماعه؟ ما انا عايز اعرف، ما لازم اديك طول الايه، استنى، وجيت قلت لك ان نورمال ايه فيكتور ب 3. اوكي، يبقى ركز كده بقى، دي كده معناها ايه؟ ها، دي معناها ان 2K في طول ال A اللي هو كام؟ 3 بتساوي 4. الكلام ده صح؟ لا، كان المفروض احط هنا ايه؟ positive or negative. ده معناه ان يا اما ال K 4 over 6 يا اما ال K negative 4 over 6. ليه؟ لان ال K لو كانت negative، بص ال probability رقم 3 كده، ال scale رقم 3 كده كده، لو حطيت لو ضربت الفيكتور في رقم بالنيجاتيف بيديك بوزيتيف، فنعرف منين بقى الكي كان اصلها ايه؟ ما هي الكي ممكن تكون كده وممكن تكون كده، ها؟ هيتضح ان شاء الله الامر اكتر لما نيجي نحل، اوكي؟ يلا يا باشا كده شويه حاجات لازم نبقى عارفينها. حاجات كلها سهله يعني باستثناء الرابعه دي احنا بنبقى ناسيينها من اولى ثانوي. ركز كده. بص اول واحده فوق على الشمال. بيقول لك ايه؟ انك لو معاك فيكتور اي بي اهو وبي سي اهو، عايز تجمعه فبتكمل الترانجل من الاي للسي. في حاجه صعبه يا جماعه؟ ها يا باشا، انت معاك فيكتور رايح من الاي للبي، بعد كده راح من البي للسي، فيبقى كانك مشيت من الاي للسي، ده مجموعه تو فيكتورز. عايز اقول لك حاجه، واحد يقول لي مستر دي شبه قوي الديسبيسمنت. يا ابني هي مش شبه الديسبيسمنت، هي فعلا اصلا ديسبيسمنت. هو اصلا الديسبيسمنت ده فيكتور، ها، فاللي خلاه كده انه فيكتور مش العكس، يعني مش الفيكتورز بقت كده زي الديسبيسمنت، لا ده هو الديسبيسمنت اللي كده زي الفيكتور، بس احنا طبعا الاقرب الى ذهننا ان احنا نشوفها بالديسبيسمنت. اوكي، طيب نمبر 2، انا مش عارف ليه مش مترقمه الصراحه. بص يا باشا كده، بيقول لك انك لو معاك فيكتور اي بي وفيكتور اي دي وجمعتهم بيديك ده اللي يكمل، اللي لو كملت طبعا هي بايظه خالص، يعني هي المفروض بص اللي لو كملت باراليلوجرام كده يبقى ده بارلل لده، انا عارف ان هو مش بارلل، ها، بس يعني المفروض يبقى بارلل، فيبقى الاي سي ده حضرتك هو السمشن، المجموع هو المجموع هو الدياجونال بتاع الباراليلوجرام. اوكي، يبقى انت كده عرفت حاجتين. اوكي، اول حاجه لو الاثنين رايحين مع بعض فبتاخد الريزلتنت اللي بتكمل ترانجل، لو الاثنين خارجين من نفس البوينت كمل باراليلوجرام والريزلتنت هتبقى الدياجونال. شربو ايه انت اتلخبطت ازاي يا باشا؟ انت بتقول ده ريزلتنت، انت قصدك المجموع بتاع التو فيكتورز. طب ما هو المجموع بتاع التو فيكتورز هو الريزلتنت. ما انا لو مولود اول امبارح يا جماعه مش هقعد اوضح لك الحاجات دي. ايه ها، طيب تالت واحده دي مش هتكلم فيها، يعني بيقول لك ان اي بي زائد اي سي بتساوي اي سي،
سوري اي بي زائد بي سي بتساوي اي سي. عيب عيب ان احنا نتكلم في حاجه زي كده. اوكي طيب بص على نمبر 4 دي. اي دي ايه الاي دي ده؟ اي بي سوري ها الاي بي اللي هو سايد من تريانجل، وايه دي المفروض سي يا جماعه مش دي، انا اسف جدا هبقى اعدل الحاجات دي. حاضر دي اي سي، يبقى اي سي لما بيتجمعوا بيدوك ضعف الميديان. شايف الميديان ده اللي هو الاي دي؟ اتنين منه يبقى ناتج الايه؟ المجموع. هي شبه اللي هنا شويه. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ بص كده انا هرسم لكم رسمه تلخص لكم الدنيا دي. بص لو انت معاك باراليلوجرام كده مستر، ده مش باراليلوجرام، اسمع بقى ركز كده في الرسمه اللي انا برسمها. الريزلت انت هتبقى دي صح؟ لو كملنا الباراليلوجرام هيبقى ده كده قاسم الحته دي نصين. فمن الاخر لو جمعت، بص بص احفظ الاربع اشكال وما توجعش دماغك، بس هو الشكل التاني ده فيه مشكله. اوكي انت تبقى عارف ان لو معايا تو سايدز خارجين من نفس البوينت، اوكي الريزلتنت بتاعتهم بتبقى ايه؟ يا اما تكمل باراليلوجرام ويبقى هو الدياجونال، يا اما تكمل ترانجل ويبقى هو ضعف الميديان. ضعف الميديان ها. يلا يا باشا كده هنتكلم عن اليونت فيكتور. اوكي طبعا اللي عامل لي الشيت ده واخد الفونت، لو تاخد بالك الخط اللي بيلعب كول اوف ديوتي مثلا هيلاقي، او ايبكس، هي نفس نفس الفونت، ودي حاجه حلوه يعني واضح انه جيمر، بس ما عنديش مشكله. اوكي ركز كده معايا. اليونت فيكتور ها، اليونت ايه؟ فيكتور. اليونت فيكتور ده يا جماعه بيبقى فيكتور زي اي فيكتور في الدنيا، كل ما في الامر وما يميزه ذلك الفيكتور ان بيبقى طوله واحد، عشان كده اسمه يونت. فاكر لما قلت لك في اليونت ماتريكس ها ان اي حاجه في الدنيا، اي عالم احنا هنخشه بناخد حاجه اسمها يونت من العالم ده؟ عالم الارقام في رقم واحد صح؟ عالم الماتريسيز في حاجه اسمها يونت ماتريكس. نفس الكلام في الفيكتور. بس في ناس ممكن تفتكر يقول لك مستر بص كده تحت هنا اهو، يقول لك مستر بص خد فيكتور يونت، فيكتب فيكتور ها هات يونت فيكتور، يقول لك خد واحد 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 خلاص. ده ايه الفيكتور الغريب ده؟ يقول لك اهو يونت فيكتور كله وحايد. عايز تاني ازود لك وحايد تاني؟ انت يا ابن عبيط ده مش يونت فيكتور ها، ده كده فيكتور طوله روت 3 يعني مش يونت فيكتور خالص. انت عرفت منين طوله روت 3؟ بايثاغورس. عايز تجيب طول فيكتور بايثاغورس يا جماعه نورمال ايه يعني؟ طبعا الكلام ده هيتضح برضو قلت لك لما نحل ده سكوير بلس ده سكوير بلس ده سكوير خلاص. لا اليونت فيكتور بيبقى طوله ايه؟ واحد بس. اتفقنا؟ ماشي. بنجيبه ازاي؟ اهو من القانون التاني ده. عشان تجيب يونت فيكتور لاي فيكتور ايه بتقسم الفيكتور نفسه على رقم، الرقم ده اللي هو طوله. بص كده يا جماعه بديهي، لو انا معايا فيكتور اهو طوله 7 ده اسمه فيكتور ايه. فاقوم انا لما اقسم الفيكتور ايه على 7 يبقى انا كده قسمته خدت منه واحد وفي نفس الاتجاه، هو ده اليونت فيكتور، بنسميه يونت فيكتور اوف ايه. اسمع تاني كده ها، انت لما تقسم هو انت عارف يعني ايه تقسمه على 7؟ يعني كانك قطعته 7 حتت، كانك قطعته ايه؟ 7 حتت. فيبقى كل حته انت هتاخدها كده لما قسمته على 7 اصبح ان طولها واحد. فلو انا معايا فيكتور معين، لو انا معايا فيكتور معين وعايز اجيب اليونت فيكتور بتاع الفيكتور ده، انا معايا فيكتور طوله كام؟ مش عارف طوله كام بس مش واحد، ليه طول غير الواحد؟ لانه لو طول واحد اصلا يبقى هو يونت فيكتور. اوكي طيب انا بقى عايز اجيب اليونت فيكتور، بقسم الفيكتور ده على طوله خلاص. اتفقنا؟ اوكي بص بص القانون التالت ده جاي من القانون اللي قبليه. ليه؟ ما هو انت لما هتقسم الفيكتور ده، ما هو الفيكتور ايه ده عباره عن اكس وواي وزد، فطبعا لما بتقسم على رقم اللي هو اللينث بيتوزع زي الضرب، ما انت بتضرب على حاجه بتتوزع، تضرب حاجه بتضرب. ها اوكي ركز بقى كده معايا. بيقول لك ان اليونت فيكتور اوف اني فيكتور بيديك الكوساين اوف دايركشن. يعني ايه؟ ايه الدايركشن كوساينز دول؟ ها بس بس. ركز كده معايا. اليونت فيكتور ده بس بس. اليونت فيكتور اهو بيبقى زي اي فيكتور في الدنيا ليه اكس كومبوننت واي كومبوننت زد كومبوننت. ايه كومبوننت ليه يا مستر؟ ها مش فاهم، دي كيمستري؟
يا باشا كومبوننت يعني كومبوننت في الاي في الجي في الكي اللي هم اكس واي زد. اوكي بيقول لك ان الاكس كومبوننت بتاعت اليونت فيكتور بتبقى كوساين انجل، والواي بتبقى كوساين انجل، والزد بتبقى كوساين انجل. عشان كده بيسموا اليونت فيكتور ده، في ناس بص اصل في ناس من نوعين من الناس، اوكي في ناس تشاور عليه كده تقول لك ده ده يونت فيكتور اه، وفي ناس تانية تشاور عليه تقول لك ده ايه ده الكوساين دايركشن فيكتور. هو مين؟ هو اليونت فيكتور بيقولوا عليه كوساين دايركشن، اه بيقولوا عليه كوساين دايركشن فيكتور، هو ها. دي حاجه غريبه جدا. ليه بقى يا باشا؟ لانه بيقول لك انه بيديك كوساين الانجلز الانكلودد ما بين ها ما بين الفيكتور والاكس اكسس والواي اكسس والزد اكسس بالترتيب. يعني بص كده خلينا نسال اسئله واقعيه. اسالني سؤال واقعي طالب، اسالني مستر. مستر ايه هي كوساين دي كده اللي انا شطبت عليها خالص دي؟ كوساين انجل ايه؟ السيتا اكس دي اللي هي الانجل ايه؟ اللي هي بتكون الانجل الانكلودد ما بين الفيكتور بتاعك اللي انت جبت اليونت فيكتور بتاعته. ما هو كان فيكتور ايه؟ بص احكي لك القصه، صلي بينا على النبي. كان معايا فيكتور ايه، ها مش بسالك فيكتور ايه، لا كان معايا فيكتور اسمه ايه ماشي. قمت انا جايب اليونت فيكتور بتاعه. ازاي يا مستر جبت اليونت فيكتور بتاعته؟ قسمت الفيكتور ايه على طوله. طب وانا اجيب طوله منين؟ بايثاغورس. هجيب طوله من بايثاغورس، وهقوم قاسم الفيكتور ايه على طوله. خلاص جبت اليونت فيكتور. اليونت فيكتور زيه زي اي فيكتور بيبقى 3 كومبوننتس، اكس كومبوننت واي كومبوننت زد كومبوننت. الاكس كومبوننت مثلا دي بتديك كوساين الانجل بين الفيكتور والاكس اكسس. حتى بص على الرسمه كده هتلاقي ان انا كاتب سيتا زد وسيتا اكس وسيتا واي، هم دول الكوسايناتهم هي اليونت فيكتور. اوكي طيب شايف الانجل سيتا اكس الخضره دي هي اللي ما بين الفيكتور ايه والاكس اكسس، والسيتا واي بين الفيكتور ايه والواي اكسس، والسيتا زد بين الفيكتور ها فيكتور فيتيو. ها مركز معايا؟ ماشي يا باشا. طيب اقول لك معلومه خطيره جدا، هي مش خطيره ولا حاجه بس انا اقول لك يعني. لو طلب منك في مساله تعرف الدايركشنز انجل، الدايركشن انجلز اللي هي السيتا اكس والسيتا واي والسيتا زد تجيبها منين؟ هتديني طيب الفيكتور؟ هدي لك الفيكتور. تقوم عامل ايه يا باشا؟ تقوم جايب اليونت فيكتور وتعمل شيفت كوساين الاكس كومبوننت بتاعت اليونت فيكتور اللي هي دي، وشيفت كوساين الواي كومبوننت اللي هي دي، وشيفت كوساين الزد كومبوننت اللي هي دي. هتجيب بالترتيب، هتجيب ايه بقى؟ ها هتجيب السيتا اكس اللي هي الانجل بين الفيكتور والاكس اكسس، والسيتا واي اللي ها فاهم حاجه؟ طيب ده لو ايه؟ ده لو هو مديك الفيكتور وعايز الدايركشنز اللي هي السيتات دي يعني. طيب صلي بينا على النبي كده بقى. لو هو مديك الانجلز اوف دايركشن تقدر انت تجيب اليونت فيكتور. ازاي؟ اعمل كوساين. انت مثلا مديني الانجل 30 و30 و30، ايه ده التلاته 30؟ يا عم اي حاجه ها؟ هو مش هينفع التلاته يبقوا 30، بس مثلا هتعمل كوساين 30 تجيب الاكس كومبوننت بتاعت اليونت فيكتور وكوساين الها وكده، في مشكله؟ طيب اخر حاجه بس في قانون عايز افكرك بيه. زي ما قلت لك والله العظيم بص اول ما نحل الكلام ده كله يعني شويه قوانين ماشي، اوعى تنسى قانون مهم جدا ها اللي هو ايه بقى؟ ان انا لو عايز اجيب فيكتور في بضرب طوله. هو ايه ده يا جماعه؟ انا عملت حاجه غريبه. بضرب طول الفيكتور في في اليونت فيكتور بتاعه. مش عارف ليه اصل انا متعود ان هو يبقى ايه. في مشكله كده يا جماعه؟ بتضرب طول الفيكتور في فيكتور اوف يونت في اتجاهه. كده انت ضمنت ان هو يبقى ليه نفس اتجاه الفي وضربت في طوله فيبقى ليه طول الفي. اوكي لو ما معكش اليونت فيكتور ممكن تجيبها ازاي؟ معاك الدايركشنز انجل، خد كوساينتهم هتجيب اليونت فيكتور. اوكي ملحوظه اخيره ركز كده هنا. ساين سكوير السيتا اكس بلس ساين سكوير السيتا واي بلس ساين سكوير السيتا زد بتساوي 2. ايه ده يا مستر انا مش فاهم. بص يا باشا احنا عارفين ان كده كده الكوساينات سكوير ب 1. لا مش عارفين انت. مستر انت بتعمل حاجه غريبه جدا، انت بتولد قوانين وانت واحنا بنشرح انا مش فاهم. هو ايه اللي كوساين سكوير سيتا اكس بلس كوساين سكوير؟ يا حبيب قلبي افهم، هو مش الكوساين سيتا اكس والكوساين سيتا واي والكوساين سيتا زد دول الكوردينيتس او الكومبوننتس بتاعت يونت فيكتور؟
كومبوننت بتاعت يونت. طيب وانت ازاي بتجيب طول اليونت فيكتور مستر؟ ما انا عارف انه واحد يا سيدي، غريني ازاي هتجيب طوله؟ هعمل سكوير روت، بص كده معلش استاذنك، بص على اليونت فيكتور ده كده، ده بص هنا كده اهو، هتعمل سكوير روت لده سكوير بلس ده سكوير بلس ده سكوير. مفروض ان السكوير روت يديك 1، يعني اللي تحت الروت ب 1، يعني كوساين سكوير بلس كوساين سكوير بلس كوساين سكوير ب 1. ها طب الساين سكوير بلس ساين سكوير بلس ساين سكوير ب 2 جبناها منين دي بقى يا صديقي؟ ها هتشيل الكوساين سكوير دي وتحط 1 ماينس ساين سكوير، وتشيل دي وتحط 1 ماينس ساين سكوير، وتشيل دي وتحط 1 ماينس ساين سكوير، هتبقى 3، هتبقى 3 ها ماينس، خدها كومن فاكتور يبقى هتبقى 3، وخد الماينس كومن فاكتور ساين سكوير بلس ساين سكوير بلس ساين سكوير، ودي ده كله الناحيه الثانيه بالنيجاتيف وهات ال1 بالنيجاتيف، هتبقى 3 ماينس 1 هتطلع 2. ها انا عارف ان انت تهت بس مش مشكله، لو عملت اللي انا بقوله هتطلع معاك على طول. وبعدين انت واجع دماغك ليه؟ بص يا باشا كده في اليونت فيكتور كوساين سكوير بلس كوساين سكوير بلس كوساين سكوير ب1، والساين سكوير بلس ساين سكوير بلس ساين سكوير ب2. ها الانجلز دي اسمها دايركشن انجلز، اسمها ايه؟ اسمها دايركشن انجلز. في اي مشكله يا جماعه؟ ها بصوا حبايبي كده دي فكره شائعه بيقول لك ان لو احنا عندنا فيكتور ميكس ايكوالز انجل، بيعمل انجلز متساويه مع البوزيتيف كوردينيتس اكسيس. اوكي ده معناه ان الدايركشن انجلز متساويه، يعني السيتا اكس بتساوي السيتا واي بتساوي السيتا زد، هنسميها مثلا سيتا، وبالتالي كوسيناتهم متساويه هنسميها مثلا كوساين سيتا. في مشكله كده؟ طيب كلنا عارفين ان كوساين سكوير السيتا اكس بلس كوساين سكوير السيتا واي بلس كوساين سكوير السيتا زد بتساوي 1. ده ليه بقى الكلام ده كده؟ ده كده ليه؟ عشان هو يونت فيكتور يعني طوله واحد، صح ولا انا غلطان؟ وهما الثلاثه بيساوي بعض، فكوساين سكوير دي بلس كوساين سكوير يعني 3 كوساين سكوير السيتا بيساوي 1، فيبقى كوساين سكوير السيتا بكام؟ ودي 3 بالديفايدد يبقى 1 اوفر 3. ها فيبقى كوساين السيتا هاخد سكوير روت، عشان كده هيبقى في احتمالين، يا كوساين سيتا ب 1 اوفر روت 3 يا كوساين سيتا بنيجاتيف 1 اوفر روت 3. اعمل شيفت كوساين دي تجيب الانجل الاولى، وده احتمال وارد هي والنيجاتيف بتاعها. طبعا اللي كاتب ده بقى غلط، صح؟ هو ما غلطش قوي، لان هو قال لك هنا ايه؟ ميكس ايكوالز انجل مع البوزيتيف دايركشن مع البوزيتيف كوردينيتس، خلاص؟ فالمفروض هي الانجل بتطلع هي والانجل والنيجاتيف بتاعها. انا هفهمك الحته دي حالا، بس استنى بس كده. ادي الانجل الاولى وادي الانجل الثانيه. في بس حاجه عايز اقول لك عليها، لو فرضنا ان ده الاكس اكسس وده يا سيدي الفيكتور بتاعي، حلو كده؟ فالانجل دي هي السيتا اكس اكيد. لو السيتا اكس طلعت مثلا 30 ديجري وانا بعمل شيفت كوساين، لما بعمل شيفت كوساين باخد الانجل والنيجاتيف بتاعها، او الانجل و360 ماينس الانجل، يعني 30 ونيجاتيف 30، صح كده؟ طب ما هو نيجاتيف 30 يا جماعه معناه انك مش رايح كده، معناه انك راجع كده. دي مش هتفرق معايا في حاجه يا جماعه؟ هتفرق، بس هي الفكره فكره ايه؟ ان كده الانكلودد انجل ما بين الفيكتور والاكس اكسس 30، وات ايفر بقى هي لفه مع الساعه عكس الساعه ده اتجاه، اوكي؟ بس هي هتفرق فلازم ابقى عارف. بصوا يا جماعه كده الصفحه دي تعتبر بديهيات، يعني انا شايف ان انت تقراها لوحدك اساسا. بص هو بيقول لك ايه؟ لو انت عايز تجيب الدايركشن انجلز بتاعه الاكسيز نفسها، مثلا الاكس اكس الدايركشن انجلز بتاعته او اي حاجه بارلل للاكس اكسس، اوكي؟ فيبقى الانجل بينها وبين الاكس زيرو، ما هو الفيكتور نفسه على الاكس نفسها، فالانجل بينها وبين الاكس زيرو، مفيش انجل، انت يا ابني على الاكس نفسها او بارلل ليها، اوكي؟ وبينك وبين الواي والزد 90 ديجري طبعا، لان الاكس بتكون perpendicular of each of them، اوكي؟ سوري perpendicular to each of them او orthogonal to each of them. يعني ايه orthogonal يا جماعه؟ يعني عموديه عليهم، اوكي؟ طيب لو هي في اتجاه الواي نفس الكلام، هتبقى زيرو على الواي لكن perpendicular على الاثنين التانيين، وهكذا في الزد. طبعا لو عايز تجيب الدايركشن كوساين او اليونت فيكتور في اتجاههم، فالاكس هيبقى 1 0 0. ليه بقى؟ كوساين 0 بكام؟ ب 1، وكوساين 90 ب 0، وكوساين 90 ب 0، وهكذا هنا وهنا، اوكي؟ ومن هنا بقى يا باشا نتجت فكره ايه؟ فكره ان احنا بنسميه اليونت فيكتور، سوري، ان احنا بنعمل الفيكتورز ان ترمز اوف اي وجي وكي.
الاي والجي والكي دول اصلا اسمهم fundamental unit vectors. بص كده، الفيكتور اي ده عباره عن ايه؟ 1 0 0 اللي هو فيكتور طوله واحد في اتجاه الاكس اكسس. بص كده، بص على الرسمه بعد اذن حضرتك. ده كده الاي فيكتور بيبقى طوله قد ايه؟ هو بص الاي ده هو يونت فيكتور ان دايركشن اوف اكس اكسس، والجي يونت فيكتور ان دايركشن اوف واي اكسس، والزد يونت فيكتور ان دايركشن اوف زد الجي سوري الكي استنى بس عشان انا متردد شويه. الكي هو يونت فيكتور ان دايركشن اوف زد اكسس. اوكي، طبعا احنا لما بنيجي نكتب الفيكتور اكس وواي وزد 3 كومبوننت، في ناس تكتب ايه الكومبوننت الاول في الاي والتاني في الجي والتالت في الكي، هي في مشكله يا جماعه؟ ما هو الاي ده ايه؟ فيكتور اتجاهه نفس اتجاه الاكس بس طوله واحد، والاكس دي هي الكومبوننت بتاعت الاكس. ها بص كده يا باشا، لو عايز تعمل ريزوليوشن ركز معايا بقى كده، ريزوليوشن اللي احنا كنا بنعملها في الفورسز في الاستاتكس. اوكي، لو معايا فيكتور ايه، بص هي الرسمه يعني هتدوخك بس ركز كده معايا. لو معاك فيكتور ايه تمام، عايز تعمل له ريزوليوشن في الاكس والواي والزد، هتعمل له الاول ريزوليوشن ماشي على الاكس واي بلين. استاذنك تركز مع اللون الازرق. اوكي الازرق، شايف الاي دي؟ هنلغيها وهنعمل ريزوليوشن في اتجاهين، اتجاه كده اهو اي كوساين ثيتا 1، ما هي الثيتا ايه، واي ساين ثيتا 1. حلو الكلام ده؟ كده انت شلت الاي وعملت ريزوليوشن. الكومبوننت الاولى اللي هي اي كوساين ثيتا 1 دي على البلين اكس واي، والكومبوننت الثانيه اللي هي اي ساين ثيتا دي ها في الزد خلاص. يبقى انا كده فاضل لي ايه؟ الاي كوساين ثيتا 1 عايزين نعمل لها ريزوليوشن تاني، ومعايا هنا ثيتا 2 اهي، دي ثيتا 2 مركز، دي كده ثيتا 2، فهضرب اي كوساين ثيتا 1 في كوساين ثيتا 2 هجيب الكومبوننت دي، وفي ساين ثيتا 2 هجيب الكومبوننت التانية. خلاص، فاصبحت الكومبوننت بص تيجي نسميها دي كده، او هنسميها ليه؟ ما خلاص دي كده الاي زد، دي كده الاي واي، دي كده الاي اكس، بس طبعا الاي اكس هتلاقيها بالنيجاتيف. اوكي، طبعا دي كانت مساله مشهوره قوي كنا بناخد زيها في الاستاتكس وبناخد في السوليد زيها. اوكي، وهنشوف لما نيجي نحل. هي الفكره هنا ان انت بتيجي تعمل ريزوليوشن لفيكتور بتعمله على مرحلتين، بتعمل الاول ريزوليوشن للفيكتور، كومبوننت بتبقى على الاكس واي بلين، والكومبوننت الثانيه بتروح للزد على طول. اللي راحت للزد خلاص خلصنا منها، نمسك بقى اللي في الاكس واي بلين دي نعمل لها ريزوليوشن كمان مره، واحده في الاكس وواحده في الايه في الواي. اوكي، بص حبايبي كده بيقول لك هاو تو اكسبريس، ازاي تمثل فيكتور مثلا سي ان تيرمز اوف تو فيكتورز تانيين. يعني انا عايز اخلي السي تظهر بدلاله الاي والبي. طبعا الامتحان السؤال ده كان موجود في امتحان تجريبي 2016 او 2017، انا فاكره كويس قوي. خلاص، ما جاش في امتحانات قبل كده بس سؤال ظريف قوي، ازاي امثل فيكتور سي بدلاله تو فيكتورز تانيين. ها ركز كده، اربع خطوات. اول حاجه هتفرض ان السي عباره عن رقم في الفيكتور الاولاني ايه بلس رقم في الفيكتور الثاني بي. حقي ولا مش حقي؟ حقي طبعا، انا من حقي امثل الفيكتور سي ده بدلاله 60 فيكتور. اي بص، اي رقم في فيكتور ايه بلس اي رقم تاني في فيكتور بي بلس اي رقم تالت في فيكتور، بس بلاش سي بقى عشان احنا واخدين سي، في فيكتور دي. فاهم حاجه يا ابني؟ ها حقك يا باشا. الكلام على مين بقى دلوقتي؟ بص، ما احنا فرضنا ان السي، ما هو انت بص، انت مهمتك انك تجيب لي في اخر السي بتساوي رقم جنبيه ايه بلس رقم تاني جنبيه بي، صح كده؟ يبقى الكلام على الرقمين دول. انا فرضت الفيكتور سي بدلاله التو فيكتورز ايه وبي عشان هو عايز كده. انا فاضل لي اعرف الام والان، يبقى اول خطوه نفرض، تاني خطوه هنوزع الام والان على الفيكتور، هندخل الام في الفيكتور ايه تتوزع، والان في الفيكتور بي تتوزع. اوكي، حل الايكويشن عشان تجيب الام والان. هحلها ازاي؟ مش فاهم يا باشا. هتحلها، هو انت مش معاك السي؟ ومعاك ده وده، هتحل 3 ايكويشنز كمان. خلاص، انت كفايه عليك اتنين اصلا، هتجيب الام والان خلاص خلصت. تعال نشوف مثال اهو، اقرا المثال معايا ده. مديك الفيكتور ايه وبي وسي، وبيقول لك اكسبريس السي بدلاله الايه والبي.
in terms of A و B. بس بس. ركز كده بقى. let هنفرض ان السي فيكتور بام في الاي فيكتور بلس ان في البي فيكتور. حلو الكلام ده؟ حقي. طيب عوض، شيل السي دي وحط يلا نيجاتيف 8 نيجاتيف 2 نيجاتيف 12، ما هي دي السي. ها ايكوال ام، شيل الاي وحط 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 3، والسي وحط سوري والبي وحط 4 0 2. في مشكله كده؟ طيب قمت موزع الام، تتوزع هنا وهنا وهنا، والان هنا وهنا وهنا. ها بقى معايا ايه؟ فيكتور بيساوي sum of two vectors. قمت جمعهم طلع اهو. بص كده ركز، من هنا لهنا انت عملت ايه؟ جمعت التو فيكتورز 2m plus 4n نيجاتيف m plus 0 نيجاتيف 3m plus 2n. في مشكله كده يا حبايبي؟ اساوي الاكس بالاكس والواي بالواي والزد بالزد. مش مستاهله تساوي الزد بالزد. ليه بقى؟ انت ساوي واحده بواحده وخلاص، فاهم حاجه؟ وانت كتر خير الدنيا ان في 0. بص كده يا كابتن، شايف الترم التاني ده كده؟ يبقى الام على طول بتساوي نيجاتيف 2، فاهم حاجه؟ تقوم واخد دي كده الاكس مساوي، ما انت عندك ثلاث معادلات جبريين، الاكس بتساوي الاكس والواي بتساوي الواي والزد بتساوي الزد. عايز ايه تاني من الدنيا؟ ها في اي مشكله؟ يلا يا باشا كده نفتكر بسرعه ازاي كنا بنعمل سكيلر برودكت، سوري سكيلر برودكت ما بين تو فيكتورز، وفيكتور برودكت ما بين تو فيكتورز. هتعمل يعني فيكتور برودكت ازاي؟ خلاص ونفتكر الفرق بينهم. اوكي اول حاجه السكيلر برودكت، من اسمه كده سكيلر، بيطلع قيمه عدديه، بيطلع رقم. بيحصل ازاي السكيلر برودكت ده؟ بتضرب طول الفيكتور الاول في طول الفيكتور الثاني في كوساين الانجل اللي ما بينهم. اوكي اسمع تاني كده، طول ده في طول ده في كوساين الانجل اللي ما بينهم. ده لو انا معايا طول الاول ومعايا طول الثاني ومعايا الانجل اللي بينهم. طب لو مش معايا ومعايا التو فيكتورز از ا فيكتور كومبوننتس اكس واي زد، يعني ها اضربهم بالقانون الثاني، اضرب الاكسات في الاكسات زائد الوايات في الوايات زائد الزدات في الزدات، اجمعهم مع بعض كلهم هيطلع لك رقم واحد. الرقم ده بيمثل الكروس، اي سوري انا اسف، كروس ايه؟ الدوت او السكيلر برودكت. ممكن اقول حاجه؟ بس 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 بس. ركز كده، ها السكيلر برودكت، السكيلر برودكت بيطلع رقم. عندك كم قانون تحسب بيه السكيلر برودكت؟ قانونين. القانون الاول بتضرب طول الاول في طول الثاني في كوساين الانكلودد انجل اللي بينهم، او تضرب الفيكتورين في بعض لو انت معاك الفيكتورز كومبوننتس. ايه الفيكتورز كومبوننتس دي؟ الاكس والواي والزد بتاعت كل واحده منهم. فبتضرب الاكسات في بعض بلس الوايات في بعض بلس الزدات في بعض، فهنا او هنا بيطلع رقم. في مشكله يا جماعه؟ طيب شويه خواص على السكيلر برودكت. اول حاجه ابداليين. يعني ايه ابداليين؟ يعني ايه في بي هي هيها بي في ايه؟ اه هو انت بص، هي فرقت في ايه الترتيب؟ انت بتضرب الاكس في الاكس والواي في الواي والزد في الزد، والضرب نفسه اصلا ابدالي فمش فارقه. تاني خاصيه بيقول لك انك لو ضربت الفيكتور ايه دوت برودكت نفسه او سكيلر برودكت، دي يا جماعه اسمها دوت او سكيلر برودكت. اوكي لو ضربت الايه في الايه هيديك نورمال ايه او طوله سكوير. عارف ليه؟ عشان لما بضرب ايه في نفسه، ها بص على القانون الاول، هتضرب طول الاي في طول الاي نفسه في كوساين 0 وكوساين 0 ب 1. ما انا بضرب الاي في نفسه فالانجل بينهم 0. اوكي طيب ثالث قانون بيقول لك ان الدوت برودكت بيتوزع على البلس. يعني لو عندك اي مضروبه في براكت في فيكتورين بلس بعض، الاي دي تخش تتوزع في البي وفي السي. في مشكله؟ ها طيب بيقول لك انك لو معاك رقم مضروب في فيكتور وعايز تعمله دوت برودكت، هي لو ضربت الرقم في الفيكتور الثاني، وهي لو ضربت الفيكتورين دوت برودكت، والرقم يتوزع في الاخر. يعني من الاخر يا جماعه انا عايز اقول لك ان البروبرتيز بتاعت الدوت برودكت دي كلها بيفهمك ان الدوت برودكت حاجه سلسه جدا جدا جدا، حاجه سلسه ما فيهاش اي مشكله. اوكي طيب لو معاك فيكتور ضربته في الزيرو فيكتور هيديك الزيرو. الزيرو ده رقم، ها بس خد بالك هنا، بص هنا هيديك زيرو فيكتور. في فرق ما بين الفيكتور برودكت انه بيطلع فيكتور، لكن الدوت برودكت او السكيلر برودكت بيطلع رقم. اوكي طيب ركز بقى اخر حاجه، لو عرفت ان ايه دوت بي بزيرو، حاجه من الاثنين، يا الاي بزيرو او البي بزيرو يعني، يا اما هما الاثنين بيربنديكولار. فهو دايما بيجي يقول لك ان هما نون زيرو فيكتورز والدوت برودكت بينهم زيرو، فانت تعرف ان التو فيكتورز دول ار بيربنديكولارز. اسمع
ركز كده تاني معايا بعد اذن حضرتك، ها ركز معايا كده. لما يجي يقول لك ان الدوت برودكت، لما يجي يقول لك ان الدوت برودكت بزيرو، حاجه من التلاته، يا الاي بزيرو يا البي بزيرو، يا اما لو لا ده زيرو ولا ده زيرو والدوت برودكت بينهم زيرو، يبقى هما الاثنين بيربنديكولار. ما هو ده معناه ايه؟ بص كده على القانون الاول خالص، بص على القانون الاول خالص، معنى ان الدوت برودكت ده زيرو يبقى يا اما طول الاي بزيرو يعني الاي زيرو فيكتور، او طول البي بزيرو يعني البي هو اللي زيرو فيكتور، او كوساين الثيتا بزيرو. طب ما هو ده معناه ان الثيتا 90 ديجري، هو شيفت كوساين زيرو يديك 90 ديجري، يعني كده هما الاثنين بيربنديكولار. اوكي، كلها حاجات بديهيه الصراحه يا جماعه. طيب ايه بقى الفيكتور برودكت ده؟ ركز بقى معايا كده، الفيكتور برودكت ده في مشكله كبيره قوي. ايه هي؟ ان الفيكتور برودكت بيديك فيكتور. ايه يعني ايه بيديني؟ يعني بيطلع الريزلت بتاعه فيكتور، ما بيطلعش الريزلت سكيلر او رقم، لا بيطلعه فيكتور. ركز كده معايا، لو عايز اعمل فيكتورين كروس برودكت بعض، هتضرب طول الاول في طول التاني في ساين اللي ما بينهم، بس اللي بيطلع ده رقم بيبقى ليه اتجاه فيكتور. ايوه اتجاهه ايه؟ معرفش، بس اللي اعرفه عنه انه بيبقى عمودي على الاي وعلى البي. ركز كده هنا في الايد اللي مرسومه دي، دي كده البي ودي كده الاي، انا ما قلتش ان هما الاثنين بيربنديكولار. اللي انا بقوله بقى ان السي ده بيبقى فيكتور اورثوجونال، عمودي على الاثنين مع بعض. الحته دي خطيره جدا، فاكرها؟ الحته دي خطيره جدا. ممكن اقول لك حاجه؟ قول. لما بعمل تو فيكتورز، لما بعمل ايه؟ لما بعمل تو فيكتورز كروس برودكت بعض، ها؟ الفيكتور اللي بيطلع، ما هو بيطلع فيكتور، الكروس يا جماعه اللي هو الفيكتور برودكت، اوكي؟ لما بعمل تو فيكتورز كروس بعض بيطلع فيكتور بيبقى بيربنديكولار على الاي وعلى البي اللي انا ضاربهم في بعض، وده اوبشن ابن لذينه، لان الحاجه الوحيده اللي بتطلع لك فيكتور بيربنديكولار اون تو فيكتورز، عمودي على اتنين فيكتور، ها هو انك تضرب التو فيكتورز دول فيكتور برودكت في بعض. الحاجه الوحيده اللي تطلع لك والله ما في غيرها. اسال، اعمل سيرش كده على جوجل، ها هاو تو جيت، اكتب كده، ها هاو تو جيت ا فيكتور اورثوجونال تو فيكتورز، هيقول لك اضرب التو فيكتورز دول كروس برودكت بعض او فيكتور برودكت بعض. ليه بقى؟ اصل الفيكتور اللي هيطلع لما اضربهم كروس برودكت بعض، ها هيطلع فيكتور عمودي على الاثنين لا مؤاخذه. اوكي، طيب زي السكيلر برودكت، ما كان في قانونين، انت في السكيلر برودكت تضرب طول دي في طول دي في كوساين اللي ما بينهم، في الفيكتور برودكت بتضرب طول دي في طول دي في ساين اللي ما بينهم، بس بيطلع في اتجاه فيكتور هنسميه سي عشان احنا ما نعرفوش. انما لو انت عايز تجيب الفيكتور اكزاكتلي قيمه يعني ها منطقيه، اعملهم از ديتيرمنت. بص كده ديتيرمنت ليه ثلاث صفوف، اول صف اي جي كي، ثاني صف هتحط الفيكتور الاول، ثالث صف هتحط الفيكتور الثاني. عشان كده الضرب الاتجاهي اللي هو الفيكتور برودكت مش ابدالي. يعني ايه مش ابدالي؟ يعني تفرق انا هضرب الاي في البي ولا البي في الاي؟ مش فاهم، هتفرق ايه؟ هتفرق يا باشا انك بتحط الاي اللي هو اول واحد في الصف الثاني في ار2، والبي اللي هو ثاني واحد في ار3. انما لو انا قلت لك بي ملتبلاي ايه، هنبدل، هنخلي الصف الثالث هو الثاني والثاني هو الثالث، وده بيكلفك في عالم الديتيرمنانس اللي هو شابتر 3 اللي احنا لسه مراجعينه، بيكلفك نيجاتيف. ها بيكلفك ايه؟ بيكلفك نيجاتيف. ركز تاني كده، الضرب الاتجاهي مش ابدالي. خلاص تعال بقى نشوف اهو البروبابيلتيز بتاعته، مكتوب الكلام ده كله. بص اول واحده كده A ملتبلاي B هي B ملتبلاي A بس في نيجاتيف زياده. اوكي، اف A بزيرو فيكتور، لو ضربنا الفيكتور في نفسه يديك زيرو فيكتور، لو ضربنا الفيكتور في نفسه يديك زيرو فيكتور. ليه؟ لان الفيكتور لما هضربه في نفسه هيبقى طول الاي في طول الاي في ساين زيرو، ها ساين زيرو بزيرو، فهيديك الزيرو في اتجاه الفيكتور سي يعني زيرو فيكتور. اوكي، طيب نفس الكلام، انا ممكن اوزع الكروس برودكت على حاجتين مجموعين زي الدوت برودكت بالظبط، بيخش يتضرب هنا وهنا. اوكي، الحاجات دي مهمه خلي بالك. نفس الكلام سلس قوي، لو في رقم
ممكن تضرب الرقم في البي الاول وبعدين تعمل كروس برودكت، وممكن تعمل كروس برودكت الاول وبعدين تضرب الكي فيهم. اوكي طيب، لو ضربت الفيكتور كروس برودكت في الزيرو فيكتور هيديك الزيرو فيكتور. ركز في دي بقى كده. الكروس برودكت لو زيرو يبقى يا اما الاي بزيرو يا اما البي بزيرو. بص على القانون الاول كده، معلش هنمسح، انا همسح ده كله وركز معايا. لو الكروس برودكت ده زيرو، بص فوق خالص، يبقى يا اما نورمال ايه بزيرو يا اما نورمال بي بزيرو يا اما ساين سيتا بزيرو. يعني السيتا بكام؟ شفت ساين زيرو بزيرو، يبقى هما الاثنين بارلل لبعض. اوكي عندك ثلاث احتمالات، يا الاي زيرو يا البي زيرو اصلا، يا اما التو فيكتورز ار بارلل. عشان كده يا جماعه لو لقينا الدوت برودكت على طول زيرو اعرف ان هما بيربنديكولر، ولو لقيت الكروس برودكت على طول زيرو اعرف ان هما بارلل لبعض. اوكي الكلام ده خطير جدا. بص كده يا صديقي، هنتكلم عن الفاندمنتال فيكتورز اللي هم الاي والجي والكي على مستويين، على مستوى السكيلر برودكت وعلى مستوى الفيكتور برودكت. ركز كده. طبعا حاجه لازم تبقى عارفها يعني، او افكرك يعني، ان الدوت برودكت ما بين تو فيكتورز بزيرو لو هما الاثنين ايه بيربنديكولر. اوكي والكروس برودكت ما بين تو فيكتورز بزيرو فيكتور لو هما الاثنين ايه بارلل. اوكي طيب بص على الشمال كده في السكيلر برودكت، بيقول لك انك لو ضربت اي في اي او جي في جي او كي في كي، ها طبقا لقانون انا كنت كاتبه من شويه في السلايد اللي فاتت، ان اي فيكتور دوت برودكت نفسه بيديك طوله سكوير. فكده كده سواء الاي او الجي او الكي دول فاندامنتال فيكتورز، يعني يونت فيكتورز كل واحد منهم، سواء الاي او الجي او الكي. الجي مثلا ده يونت فيكتور في اتجاه الواي اكسس، ها فهو طوله واحد، فسواء ده في ده او ده في ده او في ده في ده هيطلع 1 سكوير. اوكي طيب لو عايز تعمل دوت برودكت ما بين اي اتنين بقى مختلفين، اي في جي، جي في كي، كي في اي، على فكره الدوت برودكت ابدالي. الكروس برودكت لا، الكروس برودكت لو هنبدل الفيكتور برودكت لو هنبدل بيكلفك نيجاتيف، لانه اصلا ديترمينانت. التبديل في الفيكتور برودكت زي كانك بدلت صفين في ديترمينانت، مش كانك انت فعلا عملت كده. اوكي فبيكلفك نيجاتيف، انما في الدوت برودكت لا، الابدال عادي. اوكي طيب فسواء اي في جي او جي في كي او كي في جي ده بيديك زيرو. ليه؟ لان هم اصلا الاي والجي والكي التلاتة اورثوجونال. يعني ايه التلاتة اورثوجونال؟ يعني perpendicular to each other، كل واحد عمودي على الاثنين التانيين. اوكي ها بص بقى على اليمين كده في الفيكتور برودكت، لو ضربت اتنين في بعض نفس الواحد في نفسه يعني هيديك زيرو فيكتور. ليه؟ لان هما بارلل. ها ما هو الاي والاي بارلل لبعض، ده هو نفس الفيكتور اصلا كوينسايدنت. اوكي على بعض، في مشكله كده؟ طيب ركز بقى في حاجه اسمها قاعده اليد اليمنى. انا مش فاكر يعني ايه اليد اليمنى دي بس هفهمك. بص كده على الرسمه، هنا في اي، هنا في جي، هنا في كي. بيقول لك لف عكس عقارب الساعه، اي جي كي، ارجع تاني للاي، فهتفضل تلف في الاتجاه ده. اوكي يعني لو ضربت الاي في الجي هيديك الكي، والجي في الكي هيديك الاي، والكي في الاي هيديك الجي، وهكذا. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ طيب ركز تاني كده، القاعدة دي لازم تلف عكس عقارب الساعة. بص كده انا هرسمها لك انا هنا، اها اي، وهنا في جي، وهنا في كي، ومفروض اللف يبقى كده خلاص. اي اتنين كونسيكيوتيف يعني ورا بعض، يعني لو ضربت اي في جي هيديك بوزيتيف كي، جي في كي هيديك بوزيتيف اي، اي اتنين هتعملهم كروس برودكت بعض هيديك التالتة. انما لو بدلت، لو عملت كي في جي، طب ما احنا قلنا ان الكروس برودكت لما بنبدل بيكلفني نيجاتيف. اوكي يعني كي في جي بنيجاتيف اي، كي في جي بنيجاتيف اي، جي في اي بنيجاتيف كي. حد فاهم اللي انا بقوله يا جماعة؟ طيب ركز كده تاني. هي اسمها قاعدة اليد اليمنى. يعني ايه قاعدة اليد اليمنى؟ امسك ايديك يعني بايديك اليمين كده، اعمل 3 orthogonal coordinates، اكس اي سوري اكس واي زد. اوكي
فهتلاقي ايه؟ انك لو ضربت اي اتنين في بعض بالترتيب اي جي كي اي جي كي اي جي كي بالترتيب ده، اي اتنين كروس برودكت بعض، مش احنا قايلين ان اي تو فيكتورز بنعملهم فيكتور برودكت بيديك فيكتور بيربنديكولار عليهم؟ اه. اهو بقى انا بقول لك معلومه جديده اهو، لو ضربت اي في جي او جي في كي او كي في جي، سوري كي في اي، هيديك ايه؟ البوزيتيف فيكتور الثالث. ولو بدلت، يعني افرض انا دلوقتي بص عملت جي في اي، قول انت كده بقى، هو كده كده هيديني كي بوزيتيف او نيجاتيف، قول انت بقى. ها بص على الرسمه، انت عايز تضرب جي في اي، يبقى انت كده راجع مع عقارب الساعه، يبقى هي نيجاتيف، سوري اوكي. انما لو كانت اي في جي عكس عقارب الساعه تبقى ايه؟ بوزيتيف. اوكي طيب تعال نشوف النوت 3. بص على الشمال الاول في السكيلر برودكت، بص كده بيقول لك لو معاك تو فيكتورز بارلل، لو ايه بارلل، في الحاله دي هتبقى السيتا بزيرو، وبالتالي الدوت برودكت هيبقى طول ده في طول ده وخلاص. فاهم حاجه؟ هو مش انت بتضرب طول الفيكتور الاول في طول الفيكتور الثاني في كوساين الانكلودد انجل؟ اه. طب ما كوساين 0 ب 1 كوساين 0 ب 1 فخلاص مالهاش لازمه، دي نوت عبيطه قوي. طب بيقول لك ان هما الاثنين لو اوبوزيت دايركشن هيبقى السيتا ب 180 وكوساين 180 بنيجاتيف 1. اوكي طيب ركز كده معايا بقى، لو لقيت الدوت برودكت ما بين الاثنين اكبر من الصفر يبقى كده الانجل اكيوت، لو لقيت الدوت برودكت بين الاثنين اقل من الصفر يبقى كده الانجل اوبتس. ها لو لقيت الدوت برودكت بزيرو يبقى هي كده ايه؟ 90 ديجري. ها في مشكله في اللي انا قلته؟ طيب تو جيت هاز اي ماست بي اون ذا سيم، اوكي دي هقولها في الابلكيشن ماشي. بيقول لك بص هي نوت بسيطه، يعني بيقول لك لو عايز تجيب انجل ما بين تو فيكتورز لازم يكونوا ايه يا باشا؟ يا اما داخلين يا اما خارجين من نفس البوينت، يعني يكونوا التو فيكتورز ده مثلا ايه وده كده بي، يبقى هما الاثنين خارجين من نفس النقطه او هما الاثنين داخلين لنفس النقطه، انما ما ينفعش يبقى واحد خارج والتاني داخل. طبعا الكلام ده كله بيتضح اكتر في المسائل ان شاء الله. بص الناحيه اليمين كده في الفيكتور، يلا احنا بس بنرفرش المنهج بسرعه عشان نعرف نحل. بيقول لك اف اي فيكتور وبي فيكتور نون زيرو، يعني مش بزيرو اوكي. ولقيت ان كروس برودكت بين الاي والاف، سوري اي وبي بيساوي اي وسي، ها ممكن البي ما تساويش السي عادي، لازم تساويها؟ لا نوت نيسيسري اوكي، مش ضروري عشان خاطر عارف دوت برودكت، لا بتساويها لو دوت برودكت اه، كروس برودكت لا اوكي. طيب لو اي وبي وسي 3 بوينتس في 3 دايمنشنز، ها ولقيت ان اي بي كروس بي سي بزيرو يبقى هما ايه؟ كولينير، ولو بارلل يبقى هما كولينير. ها مستر مش فاهم حاجه بص كده ارسمها لك، ادي اي ادي بي ادي سي، لو هما على نفس الخط هتلاقي ان اي بي كروس بي سي زيرو لان هما نفس الدايركشن. فاهم حاجه؟ طب لو مش زيرو يبقى هما مش نفس الدايركشن، فلو هما نفس الدايركشن والبي اصلا مشتركه بين الخطين بين الاي بي والبي سي، فاهم حاجه؟ فلو هما بارالل يعني هما على نفس الخط اسمهم كولينير. ها بص حبايبي كده شويه سكيلز في الدوت برودكت، بص الاول على الالجبريك على الشمال اوكي، لو معاك تو براكتس عايز تضربهم في بعض البراكت الدوت برودكت، بص هي بس مش مكتوبه غلط صح اوكي، المفروض هنا يبقى في كده دوت برودكت اوكي. طيب a بلس b دول تو فيكتورز مجموعين هيتعملوا دوت برودكت c بلس d اوكي، بنعمل ايه يا باشا؟ عادي بنضرب الاول في الاول والاول في الثاني والثاني في الاول والثاني في الثاني، بس الضرب اللي انا بضربه ده ها وانا بقول الاول في قصدي في دي دوت برودكت اوكي. طيب ثاني حاجه لو عندك نورم، نورم ركز كده بالله عليك، نورم تو فيكتورز بلس بعض سكوير، ده بيساوي ايه؟ كانك بتفك السكوير، فهيبقى فيرست سكوير سكند سكوير فيرست باي سكند باي 2، بس انت هتخليها دوت برودكت. مستر معلش انا في حاجه مش فاهمها، اه هو ده براكت اصلا؟ يعني ده نورم سكوير ده براكت؟ ما انا هفهمك حاجه، هو مش احنا لو قلنا ايه بلس بي ده ايه؟ ده كده ايه؟ a بلس b ده هيطلع فيكتور، ما انا لما بجمع فيكتورين على بعض الريزلت بيديني فيكتور تالت،
الفيكتور ايه بلس بي ده لو انا عملته دوت برودكت نفسه، ها واخد بالك انت كده عملت، ما هو ده برضو فيكتور، سمي ده سي وده سي، مش سي دوت سي بيساوي نورمو سكوير؟ اه يبقى انا لو عملت البراكت ده في البراكت ده هيديك ايه؟ نورمو سكوير، بس انا مديها لك مختصره يعني، فاهم حاجه؟ بالله عليك افهم تاني، انا لو عملت الفيكتور دوت برودكت نفسه القانون بيقول لي ايه؟ اصل انت مش واخد بالك من حاجه، انت لما بتضرب فيكتور دوت برودكت نفسه القانون بتاع الدوت برودكت بيقول لك طول الفيكتور الاول في طول الفيكتور الثاني في كوساين الانجل اللي ما بينهم. طب انا بضرب الفيكتور في نفسه يبقى هضرب طوله في نفسه مرتين، يعني طوله سكوير كوساين زيرو. ما هو يا جماعه الفيكتور ونفسه ما بينهمش انجل، ما فيش بينهم انجل، فيبقى كوساين زيرو وكوساين زيرو ب1. يبقى في الاخر لو ضربت فيكتور في نفسه يديك نورم الفيكتور ده اهو سكوير. اوكي، فهنا انا اللي عايز اقوله ان نورم اي فيكتور سكوير بيساوي ايه؟ الفيكتور دوت برودكت نفسه بس. فرحت انا فاككها بقى ايه، كاني ضربت الاول في الاول والاول في الثاني، الاول في الاول تبقى ايه دوت ايه، والاول في الثاني تبقى ايه دوت بي، بعد كده بي دوت ايه وبي دوت بي، يعني هيبقى في ايه دوت ايه اللي هي نورمال ايه سكوير، وبي دوت بي اللي هي نورمال بي سكوير، ها، وفي اتنين ايه دوت بي او بي دوت ايه، ما مش فارقه ايه دوت بي، هي بي دوت ايه، لان كده كده الضرب القياسي السكيلر برودكت ابدالي. اوكي طيب ركز كده معايا. نفس العمليه هتعملها لو عندك ايه ماينس بي، بس دي مهمه قوي، دي مهمه قوي، بالله عليك بالله عليك مهمه. ها لو عندك نورمال ايه ماينس بي فيكتور ايه ماينس فيكتور بي، كانك بتفك براكت سكوير، هيبقى الاولاني سكوير والتاني سكوير والاول في التاني في اتنين وفي نيجاتيف في النص، بس هنا بتعمل دوت برودكت. ها النوتس دي خطيره جدا. طيب طبعا دي زي الديفرنس بتوين تو سكويرز. ماشي ركز بقى في الجيومتريك، بص على الرسمه الاولى دي، جاب لك فيكتور بي سي سوري الاول اها وفيكتور بي اها، عايز يعملهم دوت برودكت بعض. طب ما القانون بيقول لك ايه؟ طول الاول في طول الثاني في كوساين الانجل اللي ما بينهم، فلو ده سكوير الانجل اللي بين الاثنين دول ها 45 ديجري، فيبقى طول ده في طول ده في كوساين 45. اوكي في ريكتانجل نفس الكلام، بس خد بالك في الريكتانجل الانجل دي مش 45. طب هجيبها ازاي؟ لو معاك طول ده مثلا 3 وطول ده 4 تبقى الانجل دي ها، لو انت عايز ساينها يبقى 3 اوفر 5، لو عايز كوساينها يبقى 4 اوفر 5. دي بديهيات. ها حد عنده مشكله مع الكلام ده؟ في الرومبس نفس الكلام، بس عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، معلش بما اننا بقى فتحنا الموضوع ده، بص كده لازم يكونوا الاثنين خارجين من نفس البوينت. طيب تعال نحل على الريكتانجل دي مساله كده A B C D، تعال نتخيل ان الانجل دي 30 ديجري يا سيدي، خلاص لو قال لك انا عايز الفيكتور سي دي دوت برودكت اي سي، ركز كده بعد اذنك، سي دي اللي هو ده، اي سي اللي هو ده، هنا انا عندي مشكله اللي هي يا صديقي ان انا ممكن اضرب طول الاي سي في طول السي دي في كوساين الانجل اللي ما بينهم اللي هي 30. الكلام ده مش صح. ليه بقى؟ طول الاول تمام، طول التاني تمام، الا ان في مشكله بسيطه جدا 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 جدا، ها، ان الاثنين خارجين، سوري الاثنين مش داخلين او مش خارجين، ده في السي دي ده خارج من السي والاي سي داخل في السي، كارثه. كارثه بالله عليك، ركز كده، لازم يا باشا يكونوا الاثنين خارجين من نفس النقطة أو الاثنين داخلين في نفس النقطة، إنما أنت هنا عندك واحدة خارجة والتانية داخلة. طب الحل إيه بقى؟ ها؟ الحل إنك تضرب في نيجاتيف، يبقى دي مش كوساين 30، لا دي نيجاتيف كوساين 30، كده المشكلة اتحلت. ليه؟ لأن لما ضربت في نيجاتيف كأني خليت ده الناحية التانية. أيوة يا مستر، بس هو مش الناحية التانية، ده هو الناحية الأولى. ما أنا لما ضربته في نيجاتيف كاني خليته الناحيه الثانيه، كاني ضربت نيجاتيف بره وجوه، لما اضرب نيجاتيف في الفيكتور اي سي هيبقى سي اي. طب ماشي، ما انا ضربت حطيت نيجاتيف اهو، ما انت شايفني ما حطيتهاش، خلاص يا جماعه
انا لما حطيت نيجاتيف كلفت نفسي، اسمع كده، اسمع تاني، انا كاني ضربت في نيجاتيف في نيجاتيف، نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف، يعني انا كاني ما غيرتش حاجه اصلا. ها، مش كاني، انا فعلا ما غيرتش حاجه. النيجاتيف الاولى هتخلي الفيكتور بدل ما هو اي سي يبقى سي اي. خلاص كده انا حليت المشكله، يبقى اقدر احط كوساين سيرتي، مفيش مشكله، صح؟ اه، لان كده اصبحوا الاثنين خارجين. ما هم طالما هما الاثنين خارجين من نفس النقطه مفيش مشكله. ها، طب يا مستر، انت ضربت في نيجاتيف، حط بقى نيجاتيف تانية في الانسر، بس كده خلاص، زي الانتجريشن. خلاص، عايز اقول حاجه خطيره جدا، لما يديك تو فيكتورز، بص كده وكده ودي سيتا، ها، اضرب طول الاول في طول التاني في كوساين سيتا عادي، بس حط ايه، نيجاتيف. في مشكله يا صديقي؟ ها، جامد. بص كده حبايبي، ده طبعا سؤال مشهور قوي، حليناه قبل كده كذا مره كمان، بس حبيت اراجعه هنا في السمري عشان هو يعتبر درس لوحده. اوكي، مش درس قوي يعني. بيقول لك رايت سيركلر كون، كون قرطاس، خلاص، اتس بيز سيركمفرنس ب 24 باي. اوكي، يعني ال 2 باي ار، ال 2 باي ار ب 24 باي، يعني الباي هتكنسل الباي وال 2 هتبقى 2، يبقى الار ب 12. اوكي، يبقى الراديوس اهو مكتوب حتى، هو حللها اصلا. اوكي، الار بكام؟ الار ب 12. حلو الكلام ده، حلو جدا. انت عايز ايه بس قول لي. وبيقول لك والدرور 20، الدرور ده يا جماعه اللي هو الام بي، ده بكده ب 20، بص على الرسمه كده، والريديوس كده ده بكام؟ ب 12. حلو جدا. هو بيقول لك انا عايز اضرب البي سي فيكتور، ها، في السي او فيكتور. مستر، ايه؟ اضرب طول البي سي في طول السي او، اضرب طول ده في طول ده في كوساين الانجل اللي ما بينهم اللي هي دي، اه، بس حط نيجاتيف، صح؟ ليه نيجاتيف؟ عشان هنا في واحده داخله جوه السي واحده خارجه من السي، لو كانوا الاثنين خارجين او الاثنين داخلين كنا هنحط الانجل من غير نيجاتيف، لكن طالما واحده داخله والتانيه خارجه خلاص حلها سهل، حط نيجاتيف. اوكي، الكلام ده جميل جدا، بس انا للاسف مش هقدر اعمل هنا كده، لان عمليه شاقه جدا ان اجيب طول البي سي، ها، وان اجيب، بص هو حتى هنا حللها لك، انسى اللي هو حله ده، عمليه شاقه. بص على انذر واي دي اهو، سيبك من كل ده، خلاص. انا الاسهل يا جماعه ان انا افرض كوردينيتس. ما هو انت دايما، بص لما نيجي نحل هتلاقيني بقول لك الكلام ده كتير قوي. انت دايما عندك طريقتين، ها، عندك ايه؟ طريقتين عشان تعمل دوت برودكت ما بين تو فيكتورز، يا اما طول الاول في طول التاني في كوساين الانجل اللي ما بينهم، ده لو العمليه سهله متيسره. هي ايه اللي متيسره؟ لو هتعرف تجيب طول الاول بسهوله وطول التاني بسهوله وهتعرف تجيب الانجل اللي ما بينهم بسهوله، اعمل كده، خلاص. ويا سيدي لو الاتنين مش داخلين او الاتنين مش خارجين، واحده يعني داخله والتانيه خارجه، ابقى حط نيجاتيف، ما تتعبش دماغك، خلاص. بس لو هتعرف تجيب الاطوال والانجل اللي ما بينهم. طب افرض يا مستر مش هعرف، افرض كوردينيتس زي ما كنت بتعمل شابتر 6 في الاستاتكس، بنفرض كوردينيتس يا باشا ونجيب الفيكتور. بص، ما هو انت عايز تجيب كده الفيكتور بي سي اللي هو هيبقى البوينت سي ماينس البوينت بي، اوكي، وعايز تجيب الفيكتور سي او اللي هو البوينت او ماينس سي. لو عرفت تجيب، بص كده، يبقى انت كده عايز كام بوينت بس؟ ها، نقطتين، السي والبي، لان الاو كده كده 0 0 0، خلاص. طيب تعالى نفرض عند الاو هنا كوردينيتس اهي، كده انا عايز اجيب البي. طبعا واضح جدا ان البي هتمشي على الواي اكسس 12 ووصلت، يبقى الواي الاكس بزيرو والزد بزيرو، لاني ولا طلعت على الزد فوق ولا نزلت على الزد تحت. اوكي، يبقى الواي بكام؟ ب 12. حلو جدا الكلام اللي انت بتقوله ده. طب عايز اجيب السي، ركز بقى كده، عشان تجيب السي مش هتعرف، بس السي فيها ميزه انها الميد بوينت ما بين الام والاي. لو عرفت تجيب الام والاي، اجمع الام مع الاي واقسم على الاثنين تجيب الميد بوينت. اوكي، طب تعال نجيب الاي. يلا، الاي عشان اجيبها همشي برضو 12، ما هي دي راديوس، بس الفرق ان دي واي يمين كده بوزيتيف، يبقى شمال كده نيجاتيف واي. اوكي، يبقى الاي بكام؟ 0 نيجاتيف 12 0. اوكي، والام هتطلع الحته دي، يبقى الام 0 0 والزد اللي هي الحته اللي انت طلعتها من الترانجل ده ومن بايثاغورس 12 20، تطلع دي بكام؟ مش عارف،
هتطلع دي بكام؟ 12 و 20 كام يا جماعة؟ هي دي 12 و radius ب 12، radius ب 12. اه طب هات السي، هات الام، هو مش جايب الام ليه هنا يا جماعة؟ 16 16. ما فين الكالكوليتر؟ ما معيش كالكوليتر يا جماعة. ماشي اهو، هو عاملها ولا ايه؟ دي 12 ودي 20. اه لا مش عاملها، هات دي بقى، هات دي ما تقرفناش. هو ليه مش جايبها؟ اقسم بالله مش جايبها والله، لا جايبها انا. استنى بس، استنى كده، استنى كده. اه تطلع 16. اوكي طيب، يبقى الزد دي ب 16 بس خلاص. آه اجمع النقطه دي على النقطه دي، هتجيب البوينت سي. بص كده بقى ركز معايا، جبنا البي وجبنا السي اهو، هتجيب البي سي فيكتور، هتعمل سي ماينس بي، جبت الفيكتور از ايه؟ از كومبوننتس اكس واي زد، وجبت السي او فيكتور اها. اعمل الدوت برودكت ازاي؟ بضرب الاكس في الاكس، الواي في الواي، الزد في الزد، وجمعتهم طلع رقم. الرقم ده هو ناتج السكيلر برودكت. ها عارف لو فيكتور برودكت كنا هنعمل ديترمنت وحوار. لا ولا حوار ولا حاجه، عادي. ديترمنت الصف الاول بتحط اي جي كي، الصف الثاني بتحط الفيكتور اللي على الشمال، الصف الثالث بتحط اللي على اليمين. اه خلي بالك الكروس برودكت مش ابدالي. ها افتكر في حاجه اسمها تريبل سكيلر برودكت. ايه ده؟ احنا مش عندنا اتنين بس برودكت يا مستر، اللي هما ايه يا صديقي؟ سكيلر برودكت ده اللي بيطلع رقم، وفيكتور برودكت ده اللي بيطلع فيكتور. اه ده بيطلع رقم وده ايوه انا عارف الكلام ده. وبعدين ايوه يا مستر، ايه بقى التريبل سكيلر برودكت؟ بص يا صديقي، عملية التريبل سكيلر برودكت دي اسهل منهم هما الاتنين بكتير. ليه بقى؟ عملية التريبل من اسمها تريبل، ها؟ بتتعمل ما بين 3 فيكتورز A B C. سيبك من رمزها الغريب، بيتعمل دوت برودكت بين اول اتنين وكروس برودكت بين اول بين اخر اتنين، بس الكلام ده مش ريل، يعني مش حقيقي، مش واقعي. ها انا ما بعملش الكلام ده. بص يا باشا، هما بالترتيب. التريبل سكيلر برودكت مش ابدالي خالص. ها مش ابدالي خالص، انت حاطط A في الاول وبي بعد كده وسي بعد كده. الانسر بتاع التريبل سكيلر برودكت ده، ها شايف الايه؟ حطها لي في اول صف. ايه حطها ازاي يعني؟ ما هو الايه ده فيكتور كومبوننتس اكس وواي وزد، خلاص. طيب والبي حطها في تاني صف، والزد حطها في تالت صف. هل ينفع ابدل صفين؟ يا باشا بدل، بس هتحط نيجاتيف. ها ما الكلام ده تقوله بقى لواحد لو مش عارف الديترمنتس. ممكن اخد نفسي. بالمناسبه يا جماعه والنبي الناس اللي بتتريق ان انا باخد نفسي يهطل، يعني اول مره اشوف حد بتتريق على المرض ده. انت هتخلف قرد، هتخلف قرد معزه بخنزرين بتتريق على المرض. انا يا ابني مريض، عندي جيوب انفيه. انت بعايش حياه فاهم صعبه، في ادويه وعلاجات بس انا ما باخدهاش عشان خاطر ما بحبش اتعالج. المهم ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي والله، بتنفس بصعوبه جدا. ها حاسس ان انا ممكن يكون اوكي. بص كده، تخيل لو تخيل لو المساله طويله شويه، فانا وانا بشرح فانا وانا بشرح المساله مت، يعني انا ما عرفتش اخد نفسي، هتبقى موته ساخره. استغفر الله العظيم يا رب، ايه اللي انا بقوله ده؟ لا لا، بعد الشر عليا، بعد الشر. طيب صلى على النبي. التريبل سكيلر برودكت ده، ها بتضرب 3 فيكتورز في بعض. سيبك من رمزه، بص يعني هو بيعمل ما بين الفيكتور الاول دوت برودكت وما بين الاثنين التانيين كروس. ده شكله كده. اوكي في ناس بتكتب العكس، تكتب كروس الاول ما بين اول فيكتورين ودوت. طب ايه ده ينفع؟ اه عادي. بص كده اه، ركز في دي كده، بيقول لك ان A دوت B كروس C هي هياها A كروس B دوت C. يا ابني دي شكليات. اوكي هي بتتعمل ازاي؟ ديترمنت، مش هما 3 فيكتورز؟ اه حط الاول في الصف الاول والتاني في الصف التاني والتالت في الصف التالت، تعرف تفك الديترمنت. دي لعبتي دي، ده انا ما بعرفش اعمل غير كده في الجبر. اوكي بقعد اضرب ده في ده ماينس ده في ده، ودي بلس ماينس ايكو فاكتور لسه مراجعينها. اوكي اوكي طيب ركز بقى كده معايا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك لو عندك ايه، بص على دي كده، ايه وبي وسي هي هي، بي وسي وايه هي هي، سي وايه وبي. بيقول لك انك طالما ماشي بنفس السيكونس مش فارقه، يعني ايه؟ مش هي ايه في بي في سي؟ اه لو خليتها بي في سي
في ايه مش هتفرق، لو خليتها سي في ايه في بي مش هتفرق، المهم تفضل تلف في الاتجاه ده. ها فاهم حاجه؟ طب ممكن اعرف ليه يا مستر؟ عشان انا بحب افهم بس دي مهمه قوي يا جماعه، بتيجي كتير في التشوز ما بعرفش احلها. ها طيب ركز كده، ليه جت منين يا باشا؟ ديتيرمنت، ما هو انت طالما ماشي بنفس السيكونس، بص انت حاطط ايه بعدين بي بعدين سي، اوكي؟ لو حطيت بي الاول اوكي مكان الايه، وقمت حاطط السي مكان البي وحاطط الايه في الاخر، ده معناه انك بدلت مرتين، وكل مره ببدل صفين ببعض ده بيكلفني نيجاتيف، فانا بدلت مرتين فكاني ما عملتش اي حاجه، الله اكبر عليا، في مشكله؟ طيب ركز كده بقى كمان شويه في الابلكيشنز، السلايد اللي بعد دي على طول هنعرف ان التريبل سكيلر برودكت ده هو كده بيديك فوليوم مساحه انا اسف قصدي حجم، اوكي بيديك حجم بارللو بايب. ايه ايه البارللو بايب ده؟ انا اصلا بقولها بالعافيه. البارللو بايب ده يا جماعه بيبقى شكل مضلع، يعني سوليد، شكل مجسم، مش 2 دايمنشنز، لا بيبقى شكل 3 دايمنشنز. عباره عن ايه؟ لو رسمنا بص كده، لو ده الفيكتور A ده الفيكتور B وفي هنا فيكتور C، لو كملنا بقى ده كده، بص هات كده قلم تاني سوري، لو كملنا ده كده وكده كده كده عملنا زي علبة كده، اوكي شايف الشكل ده كده؟ ده اسمه بالعربي حتى متوازي سطوح، زي الأوضة اللي أنت قاعد فيها، بس الفرق إن الأوضة اللي أنت قاعد فيها بيكون الهايت يعني الأعمدة بتاعتك فيرتيكال بيربنديكولار، أوكي؟ إنما الأوضة اللي أنا راسمها دي ممكن تبقى مايلة، ما هو مش لازم، ما معلش أنا آسف، أنا إيش ضمن لي إن الـ A والـ B والـ C ها ميوتشلي أورثوجونال، التلاتة متعامدين على بعض؟ لا يا باشا، ممكن ما يبقوش اورثوجونال، حد فاهم حاجه يا جماعه؟ فهم لو مش اورثوجونال، المهم ان انا اقدر اجيب حجم الاوضه دي، اقدر اجيب حجم البارلو بايب ده. بتجيب ازاي حجم البارلو بايب ده؟ يبقى معايا بس فيكتورز بتوع اضلاعه. يعني ايه؟ ما هو اصل هو ليه 8 اضلاع، اوكي؟ انا عايز 3 منهم بس، 1 2 3. الثلاثه دول هعملهم تريبل سكيلر برودكت، تريبل سكيلر برودكت، الرقم اللي بيطلع من الديتيرمنت، الرقم اللي بيطلع من الديتيرمنت هو ده حجم البارلل بايب دي ده، وخد بالك لو طلع بالنيجاتيف خد ابسوليوت، اوكي؟ بس في حاجه عايز اقول لك عليها في حته بص ضرب نار جايه دلوقتي، خلي بالك خلي بالك، لو لقيت التريبل سكيلر برودكت ما بين 3 فيكتور طلع رقم 0، ده معناه ان هما الثلاثه اون ذا سيم بلين او بارلل، ما هي هي. ايه ده يا مستر؟ ان ذا سيم بلين ولا بارلل؟ لا ده او ده. ما اصل انا فاهمك حاجه، اللي انا عارفه ان طالما الفوليوم بتاع ده، ركز بالله عليك، الفوليوم بتاع ده طلع زيرو، ده معناه ان مفيش اوضه. طب مفيش اوضه ليه؟ عشان هما الثلاثه كده، تخيل دي الايه ودي البي والسي معاهم في نفس المستوى، فلما تيجي تكون اوضه مش هتعرف تكون اوضه، هي بلين كلهم في نفس البلين خلاص، فالحجم صفر، فاهم حاجه؟ او هما الثلاثه يبقوا بارلل اهو، ما هما الثلاثه بارلل برضه هيبقوا في نفس البلين، المهم ان هما الثلاثه مش هيكونوا لك ارتفاع عشان تكون اوضه. اسمع تاني بالله عليك، لما تلاقي التريبل سكيلر برودكت ما بين 3 فيكتورز زيرو، ده معناه ان حجم البارلل بايب زيرو، ده معناه ان مفيش اصلا بارلل بايب عشان هما في نفس البلين، اوكي؟ طبعا انا رافض فكره ان هما الثلاثه بارلل دي. ليه؟ لان هما الثلاثه بارلل دي انا اقدر اعرفها. ازاي تقدر تعرفها؟ بقسم الاكس على الاكس والواي على الواي والزد على الزد، لو طلعت الريشيو بين الفيكتورات الريشيو بين الفيكتورز سوري، لو طلعت الريشيو ما بين الفيكتورز ثابته، لو طلعت الريشيو ما بين الفيكتورز ثابته، ده معناه ان على طول ايه؟ ده معناه ان على طول الثري فيكتورز بارلل، اوكي؟ طيب اخر معلومه دي بيقول لك اي بي دوت اي سي دوت اي دي بزيرو، ده معناه ان هما الاربع نقط في نفس البلين. اظن ان دي بديهيه، ممكن اشرحها معلش؟ ايه ده اللي حصل ده؟ ايه ده؟ في حاجه غريبه حصلت؟ اوكي استنى انا همسح ده. صلي بينا على النبي كده. الـ A مشترك. A B و A C و A A و A D. لما اجي اضربهم
مش ده معناه انه طلع زيرو، ده مش معناه ان التلاتة دول في نفس البلين. التلاتة ايه؟ التلاتة فيكتور، الاي سي والاي بي والاي دي في نفس البلين. اه طب ما ده معناه ان الاي والبي الاربع نقط في نفس البلين. اذا كانت الفيكتورز بتاعتهم في نفس البلين يبقوا الاربع نقط في نفس البلين. ها دول ودول بديهيات يا جماعه، الكلام ده لازم يتذاكر كويس قوي قوي قوي. اوعى تحل حاجه غير لما تذاكر كويس قوي قوي قوي. ها خلي بالك احنا بنفهم ونذاكر ونحل، السوليد بالذات عايزه حل كتير. اوكي نشوف بقى الابليكيشنز نقدر نستخدم الحاجات دي في ايه. خلي بالك هي دي اللحظه المنتظره في حياتنا دايما. انا لما باجي ادرس حاجه ببقى هموت، ها هموت واعرف بستخدمها في ايه. اوكي فطبعا اللي انت مش واخد بالك منه ان استخدامات البرودكت ايه سوري الفيكتورز عموما فظيعه يا باشا. انا كنت بستخدمها في الكالكولس، انا في سؤال بحله بيها في الكالكولس. اوكي طيب تعالى كده نشوف اول حاجه بالنسبه للسكيلر برودكت. اول استخدام ليه ها انه يجيب لك انجل ما بين تو فيكتورز. ازاي؟ بتقول ان كوساين سيتا بيساوي الدوت برودكت بين التو فيكتورز على نورم في نورم الاول في الثاني. اوكي في حاجه في ناس تحب تحط ابسوليوت هنا كده ليه؟ عشان هو بيحب يجيب الاكيوت انجل. مش هتفرق، انا عايز اقول لك مش هتفرق. ليه بقى؟ ممكن تركز كده معايا، لو ده فيكتور A وده فيكتور B فين الانجل اللي بين الفيكتورين؟ ممكن واحد ياخد دي وممكن واحد تاني يروح عامل ايه؟ سخيف بقى يروح مدد الفيكتور A شويه كده ويقول لك طب ما انا ممكن اقول ان هي دي اللي ما بينهم. طب هل دي اللي ما بينهم ولا دي اللي ما بينهم؟ ها والله مش عارف. هو الاصح طبعا ان احنا ناخد ابسوليوت. ليه؟ عشان تجيب الاكيوت انجل. طب هل ده الصح؟ لا هو ده اللي مكتوب في كتاب المدرسه فهو الاصح عشان هو موجود في كتاب المدرسه مش عشان هو الاصح. اوكي ركز معايا كده تاني، هي مش هتفرق وجود الابسوليوت من عدمه، ما هما الاثنين انجل انكلودد ما بين تو لاينز. هتقول لي لا بس دول فيكتور. يا ابني ما هو الفيكتور لاين، ما انت مش فارقه دلوقتي. لا استنى انا اسف، الكلمه دي تؤخذ عليا وتوديني في داهيه. اوكي هي الفيكتور مش لاين. اوكي انا قصدي في التو سوري في الانجل بين تو فيكتورز كانها انجل بين تو لاينز، هي فرقت ايه يعني؟ اوكي طيب تاني حاجه بتجيب حاجه اسمها الجبريك كومبوننت لفيكتور في اتجاه فيكتور تاني، وبتجيب الفيكتور كومبوننت للفيكتور في اتجاه الفيكتور التاني. هو نفس القانون اصلا، الدوت برودكت ما بين الفيكتورين على نورم الفيكتور اللي انت عايز تجيب فيكتور تاني في اتجاهه. مستر انا مش فاهم، ده انت بص ذاكرتك ممحيه. بص يا باشا اهو، لو انا معايا فيكتور A بص فوقها وفيكتور تاني اهو B. اوكي طيب وعايز اجيب حاجه اسمها ايه؟ الجبريك كومبوننت. يعني ايه يا جماعه؟ شايف البي ده كانك هتعمل له ريزوليوشن، هيبقى كام كومبوننت؟ كومبوننت تحت كده وكومبوننت فوق. شايف الكومبوننت اللي تحت دي اللي هي دي كده؟ ها دي اسمها الجبريك كومبوننت، اسمها مسقط الفيكتور بي على الفيكتور اي. بروجكشن بروجكشن اوف فيكتور اي، لا انا اسف، بروجكشن اوف فيكتور بي اون ذا فيكتور اي. انت اسقطت البي على الاي. خلاص ده معنى كلمه الالجبريك كومبوننت والفيكتور كومبوننت في فيكتور في اتجاه فيكتور تاني. بس عايز الفت نظرك لحاجه، الالجبريك كومبوننت يديك طول المسقط ده اهو، الفيكتور كومبوننت يديك الفيكتور نفسه. بص كده تاني عشان برضه تبقى فاهم يا جماعه، عشان الحاجات دي تبقى ملموسه. اوكي انا بحب الحاجات دي اه والله. بص فين المسقط اهو، الحته السودا دي شايفها؟ لو انت عايز الفيكتور الاسود ده از فيكتور استخدم القانون التالت ده، مركز التالت اللي هو الفيكتور كومبوننت. طب لو انت عايز الحته السودا دي طولها كام؟ هات الالجبريك كومبوننت. ها في اي حاجه صعبه؟ طيب اخر حاجه انك بتجيب الورك. ايه ده؟ انت بتراجع داينامكس يا باشا؟ نراجع داينامكس. مش الورك بيساوي اف فيكتور دوت برودكت اس فيكتور؟ هو بس يعني كان نفسي اكتب حاجه يا جماعه معلش. الورك ما بيساويش الاف دوت اس الا لو الاف ثابته. ايه ده يعني انا ما ينفعش استخدم القانون ده لو الاف مش ثابته؟ تستخدم ايه؟ لا ده انت تروح في داهيه. الورك انتجريشن الباور بقى، اوعى إيه تستخدم القانون ده، اوعى إيه تستخدم القانون. معلش انا براجع لك اهو داينامكس، خلي بالك الحته دي موجوده السنه دي، موجوده السنه دي في اسئله الوزاره كتير. لازم تبقى عارف ان الورك بيساوي الاف دوت برودكت اس لما تكون الورك كونستنت. اوكي لكن لو في تي لو متغير مش هينفع.
اضرب بقى الاف دوت برودكت الفي، هات الباور واعمل له انتجريشن، جيب الورك. اوكي طب نشوف، بدنا نشوف الكلام ده في الداينامكس. تعال نكمل باقي الابلكيشنز. في الفيكتور برودكت بيقول لك اريا اوف ايه دي باراليلوجرام. ماشي، الاريا اوف باراليلوجرام، بص يا باشا، لو معاك تو سايدز، تو سايدز بس جنب بعض، ادجيسنت سايدز، اوكي، اتنين سايدز لازقين في بعض، هات الكروس برودكت بينهم، بس ده هيطلع فيكتور، هات النورم بتاعه بقى. ممكن اخد نفسي اقول لك حاجه؟ ركز كده، لما بعمل كروس برودكت ما بين اي تو فيكتورز في الدنيا، بابا 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 بابا، لما بعمل كروس برودكت ما بين اي تو فيكتورز في الدنيا، ايه اللي بيحصل بقى؟ بيديك فيكتور، هات النورم بتاع الفيكتور اللي هو طوله، يعني اللي هو بايثاغورس. ما هو الفيكتور اللي هيطلع معاك لما هتعمل كروس برودكت بيبقى ديترمنت كده، براكت للاي، براكت للجي، براكت للكي، فاكر الكلام ده؟ حتى كنا بنعمله في الاستاتكس. طيب لما هتعملهم ها هيديك ايه؟ هيديك فيكتور، هات النورم بتاعه، هيديك اريا الباريوجرام. نصه بقى ايه اللي حصل ده؟ نصه بقى يديك اريا الترانجل. ما هو الباريوجرام لو قسمناه نصين كده هيتقسم تو ترانجلز قد بعض، فلو انت عايز اريا الباريوجرام اضرب التو فيكتورز، لو عايز الترانجل خد نص بعد كده. اوكي طيب بص بقى، لو عايز اريت كوادراترال شكل رباعي، اوكي هات A و B دياجونالز وخد نص نفس العملية اللي حصلت، بس يكونوا دياجونالز. بالله عليك ركز تاني ركز تاني ركز تاني، عايز اريت شكل رباعي، اوكي بس يبقى معاك تو دياجونالز، لو ما معكش دياجونالز مش عارف اعمل ايه. طيب يبقى كأنه باراليلوجرام، ما هو الباراليلوجرام رباعي بس يبقى مربع يبقى مستطيل يبقى باراليلوجرام، لكن اي شكل تاني مش هعرف الا لو معايا تو دياجونالز. اوكي طيب بيقول لك الكروس برودكت بتوين ذا ميديانز اوف ذا ترانجل، ميديان اوف ذات اوف ا ترانجل اند وان اوف اتس سايد، بيديك اريا الترانجل. تيجي نسبه القانون ده عشان مش عارف هو اتعمل ليه كده. بص انا معايا ترانجل كده، اوكي وده الميديان، الكروس برودكت ما بين الميديان واي سايد تاني يديك اريا الترانجل ده. ليه بقى؟ لان ده بيديك دبل الايه، سوري، ده بيديك نص ده بلس ده، فده يديك البيز، لما تعمله كروس برودكت يديك الفيرتيكال هايت. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ طيب مش مهم مش مهم، اعرف القانون اللي انا كاتبه ده وخلاص، يمكن نستخدمه. ماشي، اخر حاجه اخر حاجه في الابلكيشنز، التريبل سكيلر برودكت. عايز تجيب البارلو بايب لفوليوم، فوليوم بارلو بايب معين، ها اعمل تريبل سكيلر برودكت، يعني هتعمل ايه بس؟ هي ديتها ايه؟ معاك 3 فيكتورز، حط واحد في الصف الاول، الثاني في الصف الثاني، الثالث في الصف الثالث، احسب الديترمنت حتى على الكالكوليتر. اوكي طيب لو ضربت في 1 اوفر 3 تجيب اريا الهرم، فوليوم الهرم، انا اسف، حجم الهرم. اوكي لو ضربت في 1 اوفر 6 تجيب فوليوم الهرم. الله، طب وايه الفرق بقى يا مستر؟ لا في فرق، الاولى لو الهرم كان ايه؟ رباعي، فبتاخد ثلث بس. طب لو ثلاثي بتضرب في نص كمان، فيبقى 1 اوفر 6. اوكي طبعا القوانين دي كلها سهل اثباتها، سهل اثباتها. اوكي ليه؟ افتكر ان الفوليوم بتاع اي حاجه بهاف 1 اوفر 3 سوري في البيز اريا في الهايت، والبيز اريا في الهايت اللي هو الفوليوم ده، فبتضرب في 1 اوفر 3 بس لو هو رباعي، 1 اوفر 6 عشان ده بيبقى ترانجل. اوكي طيب ممكن اقول حاجه؟ معلش بصوا كده، ده سؤال كنت انا مالفه زمان كان حلو قوي، بس هو يعني عادي. بص لو انا عندي هرم اهو ثلاثي، ادي ام اي ام بي ام سي، اوكي طيب ركز كده. لو انت عايز تجيب فوليوم الهرم ده، محتاج الثري فيكتورز دول اللي بيخرجوا من الفيرتكس بتاعته في اتجاه ايه؟ كل واحده في البيز، ام اي ام بي ام سي. في مشكله كده يا جماعه؟ طيب اخر حاجه بيقول لك البارلل بايب هايت، السؤال ده حلو قوي كان موجود في نماذج كتاب المدرسه زمان. هتقسم فوليوم البارلل بايب ده اللي هجيبه من التريبل سكيلر برودكت
على الايه البارالوجرام اريا اللي هي البيز اريا. في مشكله يا جماعه؟ فوليوم ده هتجيبه من التريبل سكيلر برودكت، وده هتجيبه لسه قايل انا في الفيكتور برودكت ابلكيشنز. اوكي، هتجيب البارالوجرام اريا وتقسم الاثنين على بعض. ليه يا باشا؟ صلي على النبي، ما هو الفوليوم بيساوي البيز اريا في الهايت، يعني البارالوجرام اريا في الهايت، فرحت انا قاسم على الاريا بتاعت البيز عشان اجيب الهايت. في مشكله يا جماعه؟ ها، زي نوت كده معينه صغيره قصدي. لو عايز تجيب انجل ما بين تو فيكتورز وهو رسمهم لك، ماشي، بص على الرسم، سيبك من الكلام اللي مكتوب ده. اوكي، انا عايز اجيب الانجل دي، السيتا دي. اوكي، فانا هجيب الفيكتور ايه الاول؟ واضح ان الايه الاكس ب 4 والواي بكام؟ ب 2، والحمد لله مفيش زد، يعني دي تو دايمنشنز. والبي هتبقى 1 و 3. اوكي، بجيب ازاي الانجل بين تو فيكتورز؟ بعمل الدوت برودكت على نورم ده في نورم ده. طيب تعالى كده هنجيب كوساين الانجل، ركز كده معايا. يلا، تعرف تعمل دوت برودكت ما بين البي والايه؟ 4 باي 1 ب 4 بلس 2 باي 3 ب 6 اوفر نورم الاولاني، هيبقى روت 9 ولا روت كام؟ روت 10 سوري، ملتبلاي روت 16 بلس 4، يعني هيطلع 2 روت 5. اوكي، هحسب ده هيطلع روت 2 اوفر 2، هعمل شيفت كوساين اجيب السيتا هتطلع 45. في اي حاجه صعبه؟ ها جامد. طيب نوت صغيره يا جماعه، خلاص قبل ما نختم بارت 2، بس لو عايز تعرف ان في تو فيكتورز بارلل ولا لا، عندك ثلاث طرق. اوكي، والعكس بالعكس، لو عارف ان هما بارلل اعرف ان الثلاث حاجات دول حاصلين. اوكي، اول حاجه، اوكي، ان الريشيو ما بين الاكسات هي هي الريشيو ما بين الوايات هي هي الريشيو ما بين الزدات، يعني لو معايا تو فيكتورز لازم الاكس على الاكس والواي على الواي والزد على الزد يدوك نفس القيمه. ها، ده لو هما بارلل. اوكي، او يكون ان فيكتور بيساوي ثابت في فيكتور تاني، او لا مش قصدي، او ده وده وده التلاته حاصلين على فكره، وان الكروس برودكت بينهم لازم يديك الزيرو فيكتور. في حاجه بس عايز اقول لك عليها، ركز فيها. اوكي، الاي اللي هي الفيكتور الاول بيساوي ثابت في الفيكتور التاني، لو الثابت ده بوزيتيف يبقى هما الاثنين ان ذا سيم دايركشن، لو الثابت ده نيجاتيف يبقى هما ان اوبوزيت دايركشن. هفهمك حاجه، مش انا لسه قايل لك اقسم الاكس على الاكس والواي على الواي والزد على الزد، او ده هيديك الريشيو الثابته اللي هي الكي. لو الريشيو وانت بتقسم بوزيتيف، ده معناه ان هما الاثنين في نفس الاتجاه، وان الفرق بينهم واحد اطول من التاني بس، ولو الكيب 1 دي الادهى ان هما الاثنين نفس الفيكتور اصلا. فاهم حاجه؟ طب لو الكيب 2 يبقى اللي فوق ضعف طول اللي تحت، بس هما الاثنين بارلل وفي نفس الاتجاه. طب لو نيجاتيف 2 يبقى اللي فوق ضعف اللي تحت وفي عكس اتجاهه. ها، طيب لو هما بيربنديكولر يبقى الدوت برودكت بينهم زيرو، بس في غلطه هنا فظيعه مش عارف تاخد بالك منها ولا لا. ايه هي بقى؟ مفيش هنا فيكتور يا باشا، الدوت برودكت بيديك رقم فيطلع زيرو از ا نمبر. ها، في اي مشكله يا جماعه؟ ها،